لا تخلي الماضي حاصر مستقبلك. مفاتيح نجاحك بإيدك. صار الوقت تكوني حرة، ناجحة، قوية، لأنك أنت قدها. تابعونا كل سبت الساعة 11 صباحاً بتوقيت تركيا. رح كون معكم أنا نيلوفر ببرنامج أنت قدها. أنت قدها. روزانا، رسمة أمل. أنت قدها لأن التغيير بيبدأ من عندك. لا تخلي الماضي حاصر مستقبلك. مفاتيح نجاحك بإيدك. صار الوقت تكوني حرة، ناجحة، قوية، لأنك أنت قدها. أنت قدها. يسعد صباحكم معنا على هوا راديو روزانا، حلقة جديدة من أنتي أدهى ليوم السبت. بتقدروا تتابعونا أكيد عبر البث المباشر، أيضا على الفيسبوك على صفحة الراديو الرسمية، وأيضا على جروب أنتي أدهى. حلقة أسبوعية رح نتناول فيها موضوع الاعتداء الجنسي، خاصة الاغتصاب. من السيدات وقصص كانت عم تشتغل ببيتها ونزلت لتحت البيت تنظف وتعتني بالحيوانات اللي عندها من بقر وغيره، وقت هاجم سلفة أخو زوجها واعتدى عليها واغتصبها. ألقوا عليها القبض بدون مذكرة اعتقال بسوريا، ووجهوا لها عدد من التهم. تعرضت للتعذيب والاغتصاب بالفرع بشكل يومي، وهذا الشيء وفق تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان بعام 2015. سيدة أخرى طوال 6 سنوات من زواجها ما قدرت تحكي أو تهرب أو تشتكي من عنف زوجها، وتلذذ بإجباره على ممارسة العلاقة الزوجية حتى لو كانت مريضة أو مرهقة أو متعبة من الحمل. سيدات كبروا وهني حاملين جرح وهني أطفال ما بيعرفوا حتى شو كان معنا، تعرضوا للاغتصاب وهني طفلات. في منهم قدروا يكملوا حياتهم من بعدها، لكن في كتير فقدناهم وهني طفلات بسبب وحوشة الاعتداء عليهم وتعرضهم لاغتصاب. كان آخر قصة سمعناها قصة جنى. قصص كتيرة بنقدر نسمع عنها بعد ما بيكون تكون الضحية خسرناها، لكن القصص الأكتر هي اللي ما سمعنا عنها. القصص الأكتر هي اللي ضلت حبيسة خوفا من الفضيحة أو من العار. قصص كتيرة عم نسمع عنها من اغتصاب الصغيرات، الفتيات، النساء من قبل محارم أو أقارب أو جيران وغرباء. بين التشريعات القانونية ونظرة المجتمع اللي بتعتبر الضحية شريكة بالجريمة أو بتلقي اللوم عليها وبتعتبر هذا الشيء فضيحة، كان السؤال الأهم اللي لازم نطرحه. بين نظرة هالمجتمع القاسي وبين التشريعات القانونية اللي كانت تمييزية أحياناً بحق المرأة في كتير من قوانينها، فما بالكم بقانون العقوبات؟ كان السؤال الأهم اللي حبينا نطرحه اليوم ببرنامجنا أنتي أدهى، كيف ممكن نحمي النساء من الاعتداء الجنسي؟
على هوا راديو روزانا، نحن معكم لغاية الساعة 1 رح نناقش هذا الموضوع، وأكيد فيكم تشاركونا آرائكم وأي تعليق ممكن تحبوا تشاركونا فيه باتصالاتكم على 090-350-5238، اتصال واتساب أو اتصال مباشر. كمان فيكم تشاركونا باتصالاتكم على الهاتف الأرضي على 0-850-477-75-65. أيضا ممكن يكون في فرصة أحيانا نستقبل اتصالات السكايب على rosana.gzt، كون أغلب ضيوفنا رح يكونوا اليوم عبر السكايب. أيضا فيكم تشاركونا بتعليقاتكم على فيديو البث المباشر أو برسائل الواتساب. الاغتصاب بأنواعه من أكثر الأشكال اعتداء الجنسي اللي ممارس ضد النساء على مختلف أعمارهم. نظرة المجتمع تجاه الضحية تتفاوت ما بين اعتبار هذا الشيء فضيحة وعار وما بين الشفقة والحاجة للستر، وبين القانون اللي كان مميز تجاهه في القوانين العربية ما غرم المعتدي ووصل لدرجة إن ممكن حتى يعفي عن الجاني إذا تزوجه. وبالحروب كان عم يستخدم الاعتداء الجنسي كنوع ممنهج من الاقتصاص والتعذيب لتحقيق انتصار من جهة، ومن جهة كان أيضا خلال الحروب في استغلال وضع النساء المعيشي القاسي. كتير أكيد من التحديات عم تواجهها النساء بسبب عدم الإنصاف، فحبينا اليوم نسأل عن رأيكم بهذا الموضوع. بنكمل معكم إذن المشوار اللي بدأناه من الساعة 11 تقريبا، ورح نكون مستمرين لغاية الساعة 1، ومنرجع أكيد لنبدأ باستقبال اتصالاتكم. ناخذ الاتصال. أو ألو، صباح الخير. ألو ألو، صباح الخير. صباح النور. يا هلا، مين معي؟ معك أحمد، عم بحكي معك من اسطنبول. أهلا وسهلا فيك يا أحمد، شو بتحب تشاركنا اليوم بإنتي أدها؟ والله أول شيء الله يعطيكم العافية كلكم جميعا، البرنامج كثير حلو، إذاعة كثير حلو، وأنا دائما بتابعكم. وبالنسبة للموضوع، موضوع الاغتصاب، يعني هي الفكرة وشلون صارت، يعني من زمان الزمان المرأة، يعني برأيي أنا هيك طبعا، المرأة من زمان هي بمجتمعنا هي الحلقة الأضعف دائما، يعني يمكن نتيجة ثقافة دينية، يمكن ثقافة تعليمية غلط. طبعا الأسرة، بداية من الأسرة، الأسرة نظرتها للمرأة غلط. يعني ما حدا عم يعرف انه الانسان، انه هاي المراه يعني هي امك، هي اختك، هي زوجتك، هي حبيبتك. فبتلاقي الشخص مثلا حب انسانه، بيطلع هو وياها مشوار، مثلا خلينا نحكي عن عجيلنا الحالي، احنا بيطلع هو وياها مشوار وهو بعلاقه عاطفيه معها، فبيجي على باله مثلا على سبيل المثال بنت تارجت، بيقول لها اوكي، بيعمل حاله فري واوبن مايند مثلا. بنفس الوقت بتيجي مثلا على اخته بيقول لها ما بيجوز، عيب، حرام، كذا كذا كذا. فهي المجتمع نظرته غلط للمرأة، ما عم يفهم انه هي مثلك مثله، سواء بالقانون او بالشرع او بكل شيء، انه هي نص المجتمع. طيب احمد، انا ذكرت هون قصة وراح نكمل نحن القصة ونحكي شو صار بالسيدة اللي تعرضت لاعتداء من اخو زوجها، اغتصبها وهي عم بتكون حتى يعني بمكان غير مناسب ابدا، لانها تكون هي بوضع ممكن خلينا نعتبر انه احيانا في نظره مغريه لإله. تعرضت للاغتصاب وهي كانت عم بتنظف حوالي الحيوانات اللي بتربيهم. هون برايك كيف كان لازم تتصرف؟ والله هي بدها تشوف اقرب سند لإله، يعني ممكن مثلا زوجها، ممكن يكون بجوز صعب، ممكن تشوف امها ووالدها اخواتها، اما انه تسكت صعب تسكت لو شو ما كان. احنا دائما مشكله عم نصور المرأة أنه أنت ضعيفة، لا تأخذي حقك، لا تطالبي بحق. نحن مشكلتنا نحن عم نزرع بقلب البنت اللي هي بنتي أو أختي أو أمي أو كذا، أنه أنت ضعيفة، لا تطالبي بحقك. لا، غلط هالشي. لازم من هي وصغيرة تعلمها أنه هي إنسان مسؤول عن حياته وعن شخصه إله وعليه، مثله مثل الذكر تماما. أما والله أنت إنسان ضعيف، هذا الشيء ما بيصير، لأنه لا قانونيا بيصير، والعفو منك مثلا أنا كمسلم حتى شرعا بدين الإسلامي هذا الشيء ما بيصير. صحيح، لازم تكون تعلمها أنه هي إنسانة قوية، لأنه بالنهاية مثلا هذا الدكتور أو هذا الضابط بالجيش أو هذا العالم، بالنهاية اللي رباه ووصله لمرحلة وصل فيها بهالقوة هي مرأة. نعم، بدي أتشكرك كتير يا أحمد.
وأنا بتشكركم كثير، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك، شكرا لك. أنا أكيد عم تابع التعليقات. أبو منذر علي، نحن ما حكينا نقطة كتير مهمة بالقصة، السيدة نحن ما كملنا قصتها، رح نكملها أكيد ضمن البرنامج، لكن تذكر أنه هو اغتصاب، وبالتالي ما في امرأة رضياني بالاغتصاب، ولكن نحن عم نسأل لما هاي المرأة تعرضت لهذا الموقف، شو بتعتقد هو الشيء اللي لازم أنه يصير لحتى تحصل هي على حقوقها لحتى نقدر نحميها؟ رح نكمل أكيد معكم، رح ننتقل لفاصل إعلاني صغير، بنرجع لنكون معكم وأكيد بآرائكم رح نبقى نستقبلها طيلة وقت البرنامج. عم تسمعوا إعلاناتكم على 98.5 FM على روزنا. واو، شو هالشعر الحلو؟ شامبو نسمة. وشو سر النسمة؟ زيت الزيتون والكرياتين. وإيديكي شو ناعمين؟ كمان كريم مطري نسمة بزيت الزيتون. قولي هون دفعوا. الشامبو والكريم والواكس للشعر، أما المطري فللإيدين والجسم، وطبعا لا غنى عن صابون الغار. مع نسمة بتصير برقة النسمة. نسمة كوزمتيك وجودنا نفس على المصنع يعدم جوالان إيرونلار. الوكيل العام شركة الحموي، الشركة الأولى التي تعمل حسب المواصفات التركية والعالمية. لك شايفة هو على بعضها شو صاير معك؟ سافرت أسبوع رجعت على بيتي، قلت بعمل لها ياها لمرتي مفاجأة. ايه؟ دخلت على البيت شفت صبية بتشيل يا زلمة، لك قمر كاملة مكملة. ايه؟ سألت عن مرتي وبس حكيت طلعت هي مرتي. اللي بتشل؟ اللي بتشل يا سيدي، رايح على مركز كلابيك عاملة تصحيح الابتسامة اللسوية، فيلر تحت العين والأنف والشفايف وخطوط الضحك وتكساس، وعاملة إزابة للغبغبة، وعاملة تبييض المناطق الداكنة والبلازما بين للتجاعيد. ايه حلو؟ لك بعرف حلو، المشكلة انه زعلت كيف ما عرفتها غير من صوتها. كلابيك موجود؟ لا يعتني بجمالك. غازي عنتاب جانب محطة ماسل بارك، هاتف 035-022-47-88. كيف بدي ساعد ابني بالدراسة وأنا ما بعرف ولا كلمة تركي؟ بسيطة، كبسة زر كل الأساتذة بتصير ببيتي، بيعلموه وبيشارك معهم بالدرس ولا كل المواد. لا يطلع لي المارد بقول له. ما بدك مارد، بدك انترنت واشتراك مع مؤسسة فصيح التعليمية، والمبلغ كتير صغير. فصيح، أول مدرسة إلكترونية لشرح المنهاج التركي للطلاب العرب. للتواصل والاستفسار 0543-59-55-355. لإعلاناتكم على راديو روزنا الاتصال بالرقم 0555-0032-888. التحديات اللي بتواجهها منظمات المجتمع المدني لمكافحة العنف الجنسي والعنف الجنسي بسوريا كبيرة، وما زالت بتسعى ليكون إلها فعل والدور فعال فيما يجب أن تقوم فيه. مبادرة محلية بتدعمها وبتستضيفها كلية واشنطن القانون بالجامعة الأمريكية هي مبادرة سورية كانت لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وكان مهم جدا يكون في مشاركة للتوعية المجتمعية. معنا السيدة مجدة العبود، هي مديرة مركز الأتاري بالمبادرة السورية للتوعية المجتمعية والقانونية، حتخبرنا أكثر عن أهمية هاي المبادرات وتفاصيل أكثر. يسعد صباحك أستاذة ماجدة، وأهلا وسهلا فيك معنا على هوا راديو روزنا بإنتي أدهى. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين. أهلا وسهلا فيك يا أنستي. حبي أسألك بداية، شو سبب توجهكم لإطلاق هذا النوع من المبادرات؟
طبعا خلال ظهرت خلال سنوات الحرب التسعة العجاف الماضية اللي مرت من حياة السوريين، ظهرت حالات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كحالات موجودة في المجتمع، لا سيما انه اكثر الناس اللي تعرضوا لهي الحالات من النساء. فخلال هاي الحرب، فترة هاي الحرب، لاحظنا انه هاي المشكلة طفت على السطح وظهرت للعيان. لاحظنا انه استخدمت كوسيلة للضغط، كوسيلة للعقاب في المجتمع، فكان لابد من وجود مثل هيك مبادرات لرأب الصدى اللي حصل بالمجتمع. نعم، فأتوقع انه هذا هو اهم سبب يعني. نعم، طيب شو هي الأدوات اللي بتستخدموها لنشر هاي الحملة بالداخل السوري؟ طبعاً نحن من خلال مركزنا اللي هو مركز قائم على دعم الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. طبعاً مركزنا هو واحد من سلسلة مراكز منتشرة في المناطق المحررة وأيضاً في تركيا. فهذا المركز يقوم على القيام بجلسات التوعية المباشرة للأهالي، كمان في عنا دورات متتابعة لموظفين المنظمات اللي تعمل بنفس المجال، أيضا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. كمان نحن إن صفحة للمبادرة على الفيسبوك، صفحة فيها رقم للتواصل، ممكن نحن يعني يتواصل معنا الناجي أو الناجية اللي تعرضوا لهذا النوع من العنف، ونحن ممكن نقدم النصائح أو نقدم الاستشارات القانونية الاجتماعية النفسية. عنا متخصصين طبعا بالمركز بالتواصل عن طريق نشر الوعي، جلسات التوعية. في إنا وسائل كتير يعني كتيرة هون يعني يكون فيها المركز، من خدمات واستشارات وأيضا جلسات توعية إلى ما هنالك يعني. طب أنا حابي هون أسأل عن رد فعل المجتمع تجاه هذا النوع من المبادرات أو الحملات، هل في كان تعاون معكم؟ هلأ بالبداية تعرفي حضرتك إنه والأخوة المستمعين إنه يعني كلمة العنف الجنسي كانت كلمة جديدة على المجتمع، رغم وجود المشكلة يعني مشكلة موجودة لكن المصطلحات كانت شوي صعبة. بالبداية طبعا نحن ركزنا على الفئة المثقفة، الفئة اللي عاملة بنفس المجال من منظمات المجتمع المحلي. هاي الفئة ساعدتنا بأنه يعني بعد فترة بأنه ننشر الـ يعني الـ أهدافنا، ننشر الكلمات هاي، نحاول أنه نخففها لا تصل لأكبر عدد من الناس بمساعدة الفئة اللي نحن بالبداية ارتكزنا عليها عن طريق الدورات، عن طريق الورشات، عن طريق جلسات التوعية، عن طريق الاجتماعات. كمان في عنا مثل ما قلت لك قبل انه صفحتنا على الفيسبوك كمان ساعدتنا بنشر نشاطاتنا يعني على نطاق واسع. ايضا موظفين بالمنظمات المجتمع المحلي كانوا هدف لنا باكثر من مرة، كانوا من المستفيدين اللي قدمنا لهم التوعية عن طريق جلسات، عن طريق ورشات طبعا. يعني بالبداية كان في صعوبة شوي، كان في صعوبة باعتبار انه موضوع جديد، بس الحمد لله قدرنا نتجاوز يعني مرحلة ما يعني ممتازة الى الان. كان في امكانية انه في ناس تكون صريحة معكم، تخبركم شو عم بيصير معها، تطلب منكم مساعدة او حماية؟ هلأ أنستي نحن عنا رقم على صفحة المبادرة، رقم شخصي طبعا للقائمين على العمل. نحن من مبدأ الخصوصية والسرية كنا نشتغل مع الحالات بالفترة الأولى، يعني لا أخفيك سرا أنه كان صعب أنه الثقة أنه يثقوا فينا، نحن مركز جديد يعني ما كان فيها الثقة. بعدين من خلال التعامل معنا لفترة طويلة، نحن صرنا حوالي 6 أشهر شغالين على المشروع. حاليا الحمد لله في مراجعين للمركز، في حالات عم تجينا اما عن طريق الاتصال او حتى زائرين يعني للمركز في استشارات. طبعا صار في بناء جسور ثقة بهاي فترة 6 أشهر، لاحظوا عملنا الجاد من خلال اشتغلنا على المبدئين اللي هو السرية والخصوصية التامة. احيانا نحن ما نطلب اسماء
من الأخوات المراجعات، لأن أحيانا ما أطلب منهم حتى أنه يكشفوا عن وجوههم إذا حيط نقاب، فهذا انطاها أريحية وانطاها ثقة. بعدين صار في عنا حالات الحمد لله، وحاليا في مراجعين وفي عنا سجلات تثبت هذا الشيء طبعا. نعم، طيب النتائج اللي وصلتوا لها لعندها، يعني فيك تعطينا صورة شوي هيك عن الإحصائيات شو بتقول؟ هلأ نحن والله يعني إلى الآن ما زلنا بالعقد الأول، يعني 6 أشهر هي كانت عبارة عن انطلاقة للمشروع، تعرف مشروع غريب جديد يعني، والمواضيع اللي انطرحت تقريبا هن ممكن تلاقي هون المنطقة ممكن في يكون منظمات تشتغل على الدعم الاجتماعي، أما دعم اجتماعي قانوني نفسي بنفس المكتب يعني الحمد لله نحن بس يعني بس مركزنا الوحيد اللي يشتغل هدول 3 مجالات بوقت واحد. فكان يعني الفترة اللي مضت كانت عبارة عن بناء جسور ثقة بيننا وبين المجتمع المحلي، كانت عبارة عن تشبيك مع باقي المنظمات الموجودة. حاليا نحن بصدى نشر حملة جديدة عن موضوع جديد اللي هو العنف ضد الأطفال. فإلى الآن الحمد لله في تجاوب كبير، كمان في حالات احنا لاحظناها موجودة بالمجتمع سلطنا عليها الضوء، بس يعني إحصائيات موثقة إلى الآن لا، ما في يعني ما عندنا هلا إحصائيات، بس من نتائج يعني إنه وصلنا لحالات كثيرة جدا عبر التواصل عن طريق الهاتف أو عبر الزيارات. نعم تفضلي. نعم كنت حابة أسأل يعني قد ايه بتحسي إنه ممكن يكون في عندكم أفكار جديدة نتيجة معايشتكم للوضع الحالي تأثر على عملكم بالمستقبل بشكل إنه يكون في توسع أكثر أو في تبديل لبعض النقاط اللي كنتم متوقعين نتائج مخالفة اللي ظهرت معكم؟ لا أخفيك سرا أنستي، نحن بالبداية تخوفنا جدا من مجتمع محلي مغلق، مجتمع شرقي مغلق جدا، تعرفي حضرتك إنه وصمة العار اللي ترافق هذا الموضوع اللي تتحملها الأنثى أولا، واللي دائما تكون هي تتحول من ضحية لجاني يعاقبها المجتمع بسائر الوسائل الضغط العنف. طبعا نحن كنا متخوفين من هذا الأمر، لكن لله الحمد يعني اشتغلنا بأريحية. بالفترة الأولى شوي كنا متوترين، لكن بعدين الحمد لله اشتغلنا بأريحية بتجاوب من المجتمع المحلي، كان في إنا نشاطات متعددة. هلأ فينا ندخل بجرأة أكثر يعني بقوة قلب أكبر، فينا نطرح مواضيع حساسة أكثر، فينا نحكي مصطلحات قاسية شوي أكثر يعني صريحة جدا، فينا نشتغل بشفافية مطلقة. الحمد لله طبعا كان في نتائج إيجابية جدا لعملنا خلال هالسنة. نعم بدي أتشكرك جدا أستاذي ماجدة العبود مديرة مركز الأتارب بالمبادرة السورية للتوعية المجتمعية والقانونية. وأنا كمان بدي أتشكركم لهاللفتة الجميلة لهاللفتة الحلوة، ويعطيكم ألف ألف عافية ويسلموا جميعا. الله يعافيك، شكرا لك. نرجع لنكون مع اتصالاتكم، ومذكر أكيد بنستقبلها طلت فترة البرنامج لغاية الساعة 1. باخذ اتصال سكايب. ألو صباح الخير نلوفا. صباح الخيرات يا عبدو، شو بتشاركنا اليوم بموضوع انتي أدهى؟ هلا ميلوفر صراحة يعني اليوم موضوعكم هيك كتير هيك استفزني، يعني أنا وقت سمعت الرسالة على الواتساب يعني شفتها كتير يعني استفزني الصراحة، يعني وقت ما نشوف هيك مرة يعني هيك عاملة يعني بالبيت يعني وهيك بيجي مثلا ابن لحمة مثلا دي اعتدي عليها، فهي هون يعني هي سكتت اللي حكت من الأول يعني كيف؟ هلا أنا ما رح أحكي القصة لأنه رح أعرضها بالساعة الثانية من البرنامج ببداية الساعة الثانية، بس أنا حابة أسألك لو حكت أو ما حكت شو بتتوقع حتكون ردة فعل المجتمع؟ هلا هي اذا حكت من الاول، هلا هي اهم شيء الزوجه وقت بصير مع هيك شيء يعني اقرب الناس لها بعد زوجها هي ابوها واخوها يعني، فهون وتكون هي عندها ثقه بابوها يعني وابوها بيعرف شو عنده شو مربي يعني، وهون بدها تروح تحكي له يعني وابوها بيعرف شو في عنده يعني، يوم تحكي له قصه 1 2 3 هي ما راح تروح تحكي للزوجه اكيد يعني، بدها تحكي اول شيء لابوها، لازم تحكي ابوها بيعرف شو مربي وشو في عنده يعني، بدها اكيد يتفهم الوضع يعني يعرف انه هي ضحيه يعني هي ما لها اي يعني أي إرادة بهالشيء هذا. طيب عبدو أنا هون حابي أسألك كمان، بتعتقد شو لازم يكون عقوبة هذا يعني زوج الأخ؟
هلا هي العقوبة هون بقى هون بحددها الشرع، يعني أنا ما بعرف إنه هون الشرع شو هو عقوبته، بس أكيد هون لازم يحاسب على مبدأ الشرع. هلا في هون عائلات، نحن كتير نعرف عائلات مثلا تصير هيك شيء، يعني يعني الزلمة خلاص بده يطير رابطه مثلا إنه يموت بده يروح فيها. طيب هون وهون كيف بتكون نظرة المجتمع للضحية؟ هلا هي ضحيه، هي يعني اكيد هون المجتمع المحيط اللي حواليها اكيد هو بيعرفها، يعني انه بده يتفهم القصه، يعني انه هذا الشيء بصير غصب عنه. هو نحن دائما نيلوفر يعني لازم ننظر على الموضوع بشكل اوسع من هيك. يعني هلا نحن وقت بنشوف مثلا اختلاط بين البيت الاحمى وبين بين بين يعني من اولاد الاحمى، وبصير اختلاط من سبب هذا الاختلاط بصير هذا الشيء، يعني مو انه هيك عن عبس انه بصير مثلا هالحركات هدول. يعني هل هون نحن معناتها بدنا نقيد المرأة، ما نخليها تطلع، ما نخليها يعني بهذا؟ هلا نحن اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ الحمل موت، الحمل موت، يعني الحمل مو هو العم، الحمى هو ابن الأحمى. يعني أنا اليوم وقت كون ابن الأحمى مثلا داخل على البيت وطالع مثلا زوجتي مثلا أنا بالبيت لحالة، هون ابن الأحمى ما بصير يفوت يعني على البيت من الأساس. هي هون لاحظ بالقصة هاي، هي كانت يعني برات البيت عم تنظف، يعني هي كانت بالحظيرة، خلينا نقول يعني هي كانت عم تنظف عم تشتغل. هي عم تشتغل يعني يعني فهمت عليك، بس يعني هون يعني مو عم لك انه ما بصير شيء يجي هيك عن عبس، يعني ما في دخان بدون نار. يعني هلا هو الواحد من الاساس لازم يطلع يعني على المشكله من قبل، يعني انه ما يخلي توصل هالمواصيل هاي. يعني من الاساس لازم الواحد يعني المراه لحقوقها، يعني وبصير مثلا تطلع قدام ايه قدام مثلا اولاد احماء بلبس شرعي بلبس كامل مثلا، ما انه بشكل هيك متفلت. يعني هون بصير المشكله. طيب يعني هون في عنا احد التعليقات عبدو عم يقول أبو منذر أنه هو بيعتبرها شريكة بهاي الجريمة. لا لا مستحيل، يعني مستحيل تكون شريكة. يعني هلا ما في مرة بالعالم أنه بتريد يصير معها هالشي هذا. يعني اليوم أنت مستقلة أنه نظرة المجتمع لها، يعني يعني اليوم هي ودها تساوي هالشي هذا، يعني يعني نظرة المجتمع يعني حقيقة، يعني هي بدها تعرف من حالها. يعني اليوم أنت ست متزوجة يعني وعندك زلمة، يعني ما في داعي أن تطلع إلى برا. لا هي هون هي اللي تم الاعتداء عليها، فهو عم يعتبر انه هي شريكة بهي الجريمة، انه الالقاء اللوم ما بيكون فقط على الرجل. هو سبحان الله احنا مجتمعنا دائما يعني يعني ما بنصف المرأة، يعني انه دائما انه المرأة هي بدها تكون ضحية، يعني حتى لو كان معتدي عليها مثلا رجل بدها تكون انه نظرة المجتمع هيك، يعني نظرتنا للأنثى يعني هي قاسية يعني بشكل عام. نعم لازم نفهم الوضع، واهل هن لازم يكونوا الداعم الوحيد لها، يعني انه هدول اهل ما لازم يتخلوا عنا، لازم يعني يعرفوا هن بيعرفوا كل واحد شو مربي وشو في عنده. يعني انا اليوم لا سمح الله لا سمح الله نصار هالشيء مع بنتي مثلا او مع اختي، يعني انا اكيد انه ما بدي انه اخذ انه انظر نظره انه هي شريكه بهالشيء هذا. نعم بدي اشكرك جدا عبدو لمشاركتك معنا اليوم بانتي ادهى. شكرا لكم، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، يا هلا. قوانين الاغتصاب في البلدان العربية أو تجريم الاغتصاب تكشف أنه غالبية القوانين ما بتخلو من النصوص اللي بتعفي المغتصب من الملاحقة إذا تزوج المعتدي عليها، فبيتحول القانون إلى أداة عقاب إضافية للضحية بدلا من أنه يحميها. أيضا القوانين التمييزية في قانون العقوبات يعني هو موضوع نقاش، خاصة في قانون العقوبات العام السوري. لحتى نعرف تفاصيل أكثر عن قانون العقوبات بهي الحالة بيسعدنا يكون معنا الأستاذ غزوان رنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين في تركيا. يسعد صباحك أستاذ غزوان، وأهلا وسهلا فيك معنا بإنتي أدهى. صباح الخير لحضرتك ولأخوة المستمعين.
أستاذ غزوان، يعني الجرائم عادة بيكون هي منظمة قانونيا بقانون العقوبات، ولكن يعني بالعودة لقانون العقوبات السوري وفق تعريفه للاغتصاب وفق المادة 489 هو الإقدام على إكراه امرأة ليس الزوجة الجاني على الجماع بالعنف أو التهديد في ظروف الإكراه المادي أو المعنوي. أنا حابي أسألك هون، يعني هل الاغتصاب هون بيشترط فقط إنما تكون زوجة، وشو هي عقوبته وفق القانون السوري؟ هلا بداية ما ننسى أنه هذا القانون 1949، يعني مضى القانون حوالي 70 سنة. بكل المعايير آنذاك يعتبر هذا القانون متقدم، لكن هذا لا يلغي أهمية اليوم مراجعة هذه القوانين لنفهم كيف يجب أن يكون سياسة التجريم في ضوء تطورات الزمان والعصر، وكيف ممكن تكون سياسة العقاب حتى. نعم. القانون السوري بكل أسف يعني لا يعتبر إكراه الرجل زوجته على الجماع جريمة اغتصاب، لأنه ينطلق من فلسفة أن العلاقة الجنسية بين الزوجين هي حق للزوج مكرسة بحكم المنظومة القيمية والعادات والتقاليد، بالإضافة إلى القراءة الدينية لمفهوم الأسرة والعلاقة الزوجية على أنه هي مباحة له للتمتع. وبالتالي هاي الفلسفة آن الأوان أنه تتغير، لأنه الموضوع لا ينظر له بهذا الشكل. وبالتالي يعني يفترض بهاي الحالة جريمة الاغتصاب هي كل فعل إكراه على ممارسة الجنس مع أي امرأة حتى لو كانت الزوجة. هلأ حاليا بقانون العقوبات السوري طبعا النص على تجريم جريمة الاغتصاب أكيد كغيره من القوانين العربية أو حتى الغربية، يعني وقال بالمادة 489 على ما أذكر أنه بيعاقب بالحبس كل من يكره غير زوجته بالعنف أو التهديد على الجماع بعقوبة تصل إلى 15 سنة حبس، وما بتنقص هاي العقوبة عن 21 سنة في حال كانت المرأة يعني قاصر دون سن 15 سنة. إذن هو تشدد هون في العقاب، ولكن فرز ما بين النساء ضحايا الاغتصاب بين من هي زوجة ومن هي غريبة عن الفاعل. بيجدر كمان التنويه هون لناحية الحقيقة، يعني جاري الفهم على أنه جريمة الاغتصاب ممكن توقع على يعني قاصر أو طفل أو شاب أو إلى آخره. لا، هو الحقيقة الاغتصاب هو الجماع الذي يقع بالإكراه على امرأة حصرا، يعني على سيدة. أما الأفعال الأخرى سواء من رجل على رجل أو من رجل على يعني من أنثى على رجل أو من أنثى على أنثى فهو جريمة فحشاء، هيك وصف القانون السوري، فيجدر التمييز هون بهاي. نعم. هلا السياسة العقابية الحقيقة كمان في عنا مشكلة فيها. قبل ما أحكي عن السياسة العقابية، يعني المفروض بطبيعة الحال القوانين صح بدها تكون استجابة لحاجات المجتمع، لكن هي بنفس الوقت يعني حامل موضوعي لتطوير يعني رؤية المجتمع لفكرة الجريمة والعقاب. فبنشوف أنه بيعفي الجاني مثلا بجريمة الاغتصاب من العقاب في حال تزوج الضحية، يعني كيف تستقيم العلاقة الزوجية بين شخصين كان أحدهما ضحية اعتداء بالعنف أو بالإكراه أو بالتهديد يعني ارتكاب جريمة جنسية، كيف يكون موقف المرأة من رجل اعتدى عليها دون رغبة منها وبدها تتعايش معاه في حياة مشتركة. يعني الحقيقة فهم هاي القضية من الصعوبة بمكان، لذلك كثير من الدول الحقيقة راجعت مثل هيك نصوص، دول عربية أقصد، ومنها مؤخرا لبنان ألغى
هذا النص من القوانين العقوبات اللي عنده، بالإضافة إلى عدد من الدول يمكن منها المغرب ومصر. ألو مع حضرتك. نعم، لأنه غاب الصوت. طيب أستاذ غزوان، يعني أنا كمان هون حابي أسأل حضرتك، أنه ذكرت أنت القوانين، ليه ما بيكون في تعديل لهاي القوانين؟ ليش عم تكون التشريعات غير منصفة أساسا بحق المرأة من البداية؟ تماما، يعني هذا اللي يعني أشرت له إلى أهمية، أنه لا يعقل اليوم أن يمضي 70 سنة على صدور قانون دون أن نفكر بإعادة النظر بمفهوم الجريمة وكيف ممكن التعاطي معها ومفهوم التجريم أصلاً، ثم النظر إلى مفهوم السياسة العقابية. يعني السياسة العقابية في العالم كله اختلفت عن فكرة السجن، إيداع المجرم السجن، ويكتسب بكل أسف في هاي السجون يكتسب مزيد من الخبرات في الإجرام. إذن يعني آن الأوان لإجراء عملية مراجعة كثير مهمة وحيوية في مضامين هاي القوانين وفي سياسة التجريم والعقاب. اليوم ربما الوضع بسوريا صار يعني يوجب أكثر على أنه مستقبلاً يكون في وقفة مع كل القوانين اللي صدرت سابقاً واللي صدرت حتى خلال سنوات الصراع، لحتى يتم مراجعتها ويتم بناء منظومة قانونية جديدة تأخذ بالاعتبار المفاهيم اللي طرقت على المجتمعات والشيء اللي والسياسات العقابية المعتمدة على مستوى دولي. بالتالي أزعم إنه هاي الخطوة هي قادمة لا محل. نعم. طيب أيضا إذا بدنا نحكي شوي عن القوانين في تركيا، أقر البرلمان التركي بقراءة أولى مشروع قانون يتيح إلغاء الإدانة بالاعتداء الجنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي ضحيته، ولكنه لم يقر بعد، يعني هو قيد الدراسة. يعني سؤالنا لليوم أستاذ غزوان، يعني وكأنه الأمور عم ترجع هون بالعكس، لماذا يقترح هيك نص أساسا؟ ما الغاية منه يعني في ظل جميع الحملات أساسا اللي عم تحارب القوانين التمييزية ضد المرأة الغير منصفة؟ تماما، يعني هلأ ابتداء خلينا نقول أن القانون العقوبات التركي بنصب المواد من رقم 102 إلى 105 على تجريم الاعتداء أو ممارسة الجنس بالإكراه حتى على الزوجة، وبالتالي بيعاقب بعقوبات مشددة. يعني إذا كان الفعل عم ينتهك فقط حصانة الشخص بفعل جنسي بيعاقبه من 5 إلى 10 سنوات، والتحرش بتتراوح عقوبته من 2 إلى 5 سنوات، فيما تشدد العقوبة للمؤبد في حال أفضل فعل إلى موت الضحية. يعني إذن العقاب هو شديد، لكن اليوم أن يقدم مشروع من هذا النوع إلى البرلمان أنا بعتبره الحقيقة خطوة كثير سيئة إلى الوراء. مو معقول العالم يتقدم إلى الأمام بينما خلينا نقول دول المنطقة كشرق أوسط أو حتى كدول إسلامية تعود إلى الخلف. وأنا باعتقادي هذا مرتبط بفهم غير صحيح لقيم الدين الإسلامي في المقام الأول. لا ننسى أنه اللي قدموا مشروع هذا النص في البرلمان هن من الحزب الحاكم، يعني من حزب ذو الميول الإسلامية خلينا. وبالتالي هذا بيعطينا مؤشر على أنه كل القوى اللي من هاي النوع ما تزال تعتمد قراءة غير صحيحة لمقاصد ومفاهيم الدين الإسلامي، وتعتمد على قراءات رجال دين يعني أو فقه. وبالتالي يعني هون كارثة، لأنه لا يعقل أنه العقل البشري يرتد إلى الخلف فيما البشرية تسير إلى أمام. نعم، بدي أشكرك جدا أستاذ غزوان رنفل لوجودك معنا اليوم بإنتي أدهى على هو روزنا. شكرا لحضرتك. من
نتابع معكم على هوا راديو روزنا ببرنامج انت ادهى. الحديث اليوم كيف فينا نحمي السيدات النساء من الاعتداء الجنسي خاصة بين التشريعات غير المنصفة ونظرة المجتمع. نكمل مع اتصالاتكم. باخذ الاتصال الارضي. الو الو صباح الخير نيلوفر. صباح الخيرات كاتيا. يا هلا. يعطيكم العافية على الموضوع اللي كتير حلو والمثير للجدل حقيقة، وخاصة آخر شيء أستاذ غزوان وقت اللي حكى عن جدلية موضوع يعني اعتداء الزوج على زوجته. هلأ هو هاي النقطة كتير حساسة، وبمجتمعنا حتى يمكن كتير صعبة التداول حاليا، لأنه نحن بالأساس خلينا نعلم البنات وقت اللي بيتعرضوا لهيك حالي من التحرش، حتى اللفظي من التحرش الجسدي، حتى اللي رح يوصل بالنهاية للاغتصاب، انهم يحكوا انهم يرفعوا صوتهم. لانه اذا لاحظتيني لوفر بالتعليقات كانت اغلب التعليقات هي عم تجرم المرأة وعم تخليها شريكة بهي الجريمة. نعم، يعني دائما يلقى اللوم عليها بالرغم من انها هي ضحية. القوانين بالشرق الاوسط تزف المغتصبة لمنزل مغتصبها، يعني القانون أولا بيدافع عن الرجل، المجتمع بيدافع عن الرجل. طيب مثل هيك طفلة أو صبية شابة تعرضت للاعتداء الجنسي، إن كان اغتصاب أو إن كان تحرش، كيف بدها تحكي؟ كيف بدها ترفع صوتها؟ كيف بدها تشتكي؟ ما هي رح تسكت ورح تداري الفضيحة ورح تداري هذا العار اللي رح يلازمها لأحفاد أحفادها، وما رح تحكي، ورح نضل نحن عايشين بنفس هاي الدوامة، ورح نضل عايشين تحت هذا القهر تحت هذا الظلم يلي عم نتعرض له. من المفروض الأمهات بداية تعلم بناتها كيف تحكي من هي وصغيرة، ما تعلمها أنك أنت فقط أنت لا لا يعني العار بس بيجي منك، الشرف بيجي منك، لا، انت تعلم انه انت كيان مستقل، انه انت لك حرمة جسد، انت لك حرمة فكر، ما بيصير حدا يعتدي عليه. بعتقد وقتها بينعكس هذا على القانون، لانه حتى لو هلا وضعوا قوانين المجتمع ما راح يقبل هاي القوانين وما راح ينفذها، والعدالة عندنا غير موجودة. طيب هون كاتيا، يعني كمان نحن إذا علمنا فقط البنات هذا الشيء وما علمنا أيضا أنه الشباب أنه لازم يحترموا، أو الصبيان الصغار أنه يحترموا الفتيات، يحترموهم بنفس الدرجة، يكون الأب هو السند الحقيقي لحتى يقوى أطفاله لحتى يكونوا عم يواجهوا. يعني نحن بنعرف للأسف في بعض القصص لما بيصير هيك شيء في بعض المجتمعات الأب أو الأخ بيقتلها، خاصة السيدات اللي تعرضوا للاعتقال ومورس عليهم نوع من التعذيب اللي كان هو الاغتصاب، فنفرت منهم العائلات واطلعوا بالوقت اللي ما كان معاملته فيهم انه هني هلا اليوم محتاجين لهذا الدعم اكبر من اي مكان تاني. هي الثقافة المجتمعية اللي بدك توجهيها، اللي بدك تخاطب فيها الذكر. نحن كتير بدنا أشواط لحتى نوصل للأسف، يعني دائما هو الشخص المقدس اللي عاره أو أي تصرف لا يلحق به لا عار ولا تصرف ولا شيء شائن، يعني للأسف حقيقة هذا المجتمع نحن هيك عايشين. أنا ليش حكيت عم وجهت رسالتي للسيدات؟ لأنه للأسف هنن الأكبر، يعني هنا السيدات إن أكثر، بدل ما إنه توقف مع بعضها وتواجه هيك موضوع، لا للأسف إن عم يزيدوا هذا الموضوع وعم يزيدوا هذا القمع، يعني هنا عم يعطوا الرجل هاي السلطة. صحيح للأسف. شكرا كتير إليك كاتيا، كتير سعيدة باتصالك. وأنا كمان، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك.
طلعات بدأوا نشاطهم، طلعات اللي تابعنا كتير من تفاصيل مشوارهم على مواقع التواصل الاجتماعي من فلسطين الحبيبة. كان طلعات هي أول نشاط لإلهم بشروا قبل شهور قليلة ب 26/9/2019 بسبب قضايا تعنيف النساء، قتل النساء بشكل متزايد في فلسطين، وإنها ما بتتحول لجزء وإنها لم تتحول لجزء من النضال للشعب الفلسطيني. هون كان طلعات عم بيحاولوا أنه يكون في إقرار للعدالة في فلسطين، برأيهم أنه لن تتحرر إذا لم يخلق مجتمع حر. كان الحراك في برلين في لبنان، وهو أيضا بتنسيق مع طالعات. لحتى نعرف هذا الخطاب اللي أرادوا إيصاله عن نشاط والحراك النسوي، بيسعدنا تكون معنا السيدة حلا مرشود الناشطة من هذا الفريق الرائع. يسعد صباحك أستاذي حلا. يسعد صباحك وصباحك وشكرا. يسعد صباحك، أنا جدا سعيدة أنك موجودة اليوم معنا على هوا راديو روزانا. حابة أسألك يعني شو هو الخطاب اللي كانت فعلا طالعات حابة أن توصله؟ أولا أنا سعيدة جدا أني أكون معك اليوم. بالأساس الخطاب اللي بده يوصله طلعات هو تسييس قضية التعنيف النساء ووضعها في صلب خطاب التحرر الوطني الفلسطيني. يعني إحنا اليوم عايشين بوضع اللي عم بيصير في شتى أنواع التعنيف اللي يقع ضحاياها أكثر الفئات المهمشة في المجتمع، بس هاي القضايا ما بتلقى اهتمام في دوائر النشاط السياسي الفلسطيني تحت الادعاء انه هاي مش اولويتنا، انه بالاول نضالنا لازم يكون موجه ضد الاستعمار وبعدين بعد ما نتحرر نهتم بقضايا المرأة. ولكن هذا مفهوم مغلوط للحرية، لأن الحرية ما بتتجزأ، وعشان يكون في عدالة في نضالنا ضد الاستعمار لازم تكون هاي القضايا أولوية في الخطاب السياسي الفلسطيني. وكمان طلعات جاي تقول إنه قضايا تعنيف النساء هي مش قضايا فردية، هي قضايا بتخص كل فلسطينية وفلسطيني، وهي صح أغلبيتها بتصير في البيت وعلى يد الأقارب، هي مفروض أكتر الأماكن اللي مفروض تكون أمان للمرأة. لكن في الواقع سياسات الإفقار والتهجير والشرذم اللي بعاني منها الشعب الفلسطيني بتأدي لأنه يكون في إفرازات داخلية للعنف اللي بتلاقي أكثر المساحات ضيقاً اللي هي العائلة والبيت اللي تفرغ فيها العنف. نعم، طيب مين هني طالعات؟ طالعات هني مجموعة من النساء الفلسطينيات في جميع أماكن التواجد الفلسطيني اللي وصلوا لوضع اللي يقولوا بكفي، إجا الوقت نعيد تعريف التحرر الفلسطيني، نعيد تعريف الخطاب الفلسطيني. وبالتالي هي مجموعة من النساء الناشطة في أراضي المحتلة عام 48 في الضفة في غزة وفي الشتات. نعم، طب أنا حابة هون أسألك، يعني أنت ذكرتي موضوع الاستعمار واللي اعتبروا البعض أنه هو الأولوية بالبداية هو مواجهته، أنتوا اليوم كيف قادرين وكيف عم تستطيعوا اليوم توصلوا صوتكم بظل وجودكم ضمن هذا الاستعمار؟ يعني هو زي أي قضية ثانية أو زي أي نضال ثاني، نضالنا موجه ضد الاستعمار لأنه هو سبب أساسي في شرذمة الشعب الفلسطيني وفي تفكيكه وفي تهجيره. زي ما حكيت بالأول، هذا كله بأخذ صورة داخليا في المجتمع، فبالتالي نضالنا هو نضال ضد الاستعمار وضد كل أنواع القمع اللي بتعاني منها المرأة الفلسطينية. بالتالي هذا النضال عرضة للقمع من الاستعمار زي أي حراك أو نضال شعبي فلسطيني ثاني. أكبر مثال على ذلك هو المظاهرة اللي انطلقت في القدس، الوقف اللي انطلقت في القدس 26/9 واللي تم مهاجمتها على يد قوات الاحتلال، وتم الاعتداء على المتظاهرات والمتظاهرين.
هذا بس بورجي قديش منظومات القمع بتلتقي وبتشتغل مع بعض ويقع ضحيتها زي ما حكيت أكثر الفئات المهمشة في المجتمع. نعم. طيب بالختام أستاذي حلا، شو هي الأهداف اللي أنتوا اليوم حابين أنكم تحققوها؟ إحنا أولاً بدنا هدفنا الأكبر هو خلق مجتمع فلسطيني حر، مجتمع فلسطيني آمن لنسائه ولجميع أفراده. وعشان هذا يصير لازم زي ما حكيت في البداية تتحول هاي القضايا لأولوية للشعب الفلسطيني. لازم يكون في عنا حراك اللي هو عابر للشرذمة، حراك موحد، حراك اللي واعي لقضايا المجتمعية وفاهم إنه القضايا المجتمعية هي قضايا سياسية، ويكون في تسييس لهاي القضايا والتعامل معها على إنها جزء من سيرور التحرير الشعب الفلسطيني من الاستعمار. إحنا بدنا إن هاي القضايا تتحول لقضية كل فلسطيني وفلسطينية في أي مكان بتواجد فيه. وأملنا إنه 26/9 والوقفات اللي كانت 26/9 تكون بس بداية وخطوة أولى للمراكمة اللي ممكن تؤدي في النهاية لخلق زي ما حكيت مجتمع اللي هو حر وآمن. نتمنى أكيد، ونحن أكيد رح نبقى متابعين معكم هذا النشاطات دائما. شكرا لك سيدي حلا مرشود لوجودك معنا اليوم على هوا روزانا بإنتي أدهى. شكرا لكم. شكرا. يا هلا. موجز لأهم وآخر الأخبار المحلية والدولية يأتيكم من راديو روزانا، أهلا بكم. أعلنت جامعة غازيانتاب جنوب تركيا أنها ستفتتح 3 كليات في بلدات في ريف حلب شمال سوريا. ذكرت الجريدة الرسمية التركية أمس الجمعة أن الجامعة ستفتح كلية للعلوم الإسلامية في عزاز بسوريا، وأخرى للتربية في عفرين، وكلية للاقتصاد وعلوم الإدارة في مدينة الباب. وتسيطر على تلك المناطق فصائل معارضة تابعة للجيش الوطني السوري المعارض المدعوم من الجيش التركي. سير الجيشان التركي والأمريكي الدورية البرية الثالثة المشتركة شرق الفرات شمال سوريا، وذلك في إطار إقامة منطقة آمنة هناك. وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية أن الدورية جرت بواسطة مركبات مدرعة وبرفقة طائرات من دون طيار في شرق مدينة تل أبيض التابعة للرقة. واتفقت أنقرة وواشنطن في 7 أب الماضي على إنشاء مركز عمليات مشترك في تركيا لإدارة وإنشاء منطقة آمنة شمال سوريا. خرج مركز طبي عن العمل في مدينة معرة النعمان جنوب إدلب جراء قصف مدفعي لقوات النظام السورية على المنطقة. وذكرت منظمة Save the Children البريطانية أن القصف استهدف الجناح الجنوبي لمرفق صحي تقدم له الدعم في مدينة معرة النعمان، ما أدى لتوقفه وإصابة 7 أشخاص بينهم طبيب. أعلن الجيش اللبناني في بيان عن توقيف شخص سوري الجنسية في لبنان بتهمة التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي. وأشار بيان الجيش اللبناني ونشرته وسائل إعلامية لبنانية أن المخابرات أحلت السوري ألف واو إلى القضاء لإقدامه على التواصل مع أشخاص من جنسية إسرائيلية موجودين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. في خبر أخير، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مرتبطة بشكل أساسي بموقف السعودية. أضاف لافروف في تصريح صحفي
أن تقدم المسار السياسي فيما يخص الأزمة السورية يعيد مسألة ضرورة عودة سوريا إلى حضن الأسرة العربية، موضحاً أن موقف السعودية مهم في هذه المسألة، وصوت الرياض له أهمية في دول المنطقة وخارج المنطقة. ختام الموجز، إلى اللقاء. أدهى، لأنه التغيير بيبدأ من عندك. لا تخلي الماضي حاصر مستقبلك. مفاتيح نجاحك بإيدك. صار الوقت تكوني حرة، ناجحة، قوية، لأنك أنت أدهى. تابعونا كل سبت الساعة 11 صباحاً بتوقيت تركيا. رح كون معكم أنا نيلوفر ببرنامج إنتي أدهى. إنتي أدهى. نكمل معكم برنامجنا أنت أدهى بالساعة الثانية من المشوار. حديثنا اليوم عن الاعتداء الجنسي وكيفية حماية النساء بعد تعرضهم للاغتصاب أو تعرضهم لأي اعتداء جنسي على اختلافه. كملين معكم، وأكيد فيكم تتواصلوا معنا باتصالاتكم على 090-350-5238 واتساب اتصال مباشر، أيضا على الهاتف الأرضي على 0850-477-77. باخذ الاتصال. ألو، صباح الليل. اهلا يا حسن، تفضل حسن، شو بتحب تشاركنا بموضوعنا اليوم؟ والله قبل الشيء بس بدي احكي عن الاتصال، يعني صار لي 35 دقيقة. هو موقف، يعني مو مجال انه احكي عن الاتصال من كثر ما حديث، يعني موضوعكم مستفز، بس عن جد يعني 35 دقيقة يعني حرام على الخط. لو كان في مجال اني اخذك كنت اخذتك يا حسن، اذا بتحب تشاركنا. طيب ماشي. هلا بتحكوا انه على المواضيع الاقتصاد، انه اقول انه اقول الرجل يعني او الحكومات بشكل عام انه بنصفوا الرجل احسن الامراه، لانه ما بعرف بحس يعني الامراه بتصير معها هالشيء انه ايش تقولوا انه خاف على حوالي بخاف على سمعتها، ما بتسكت يعني ما بتحب تحكي بهالقصه. يعني هي هالشيء هون غلط انه سكته، لانه اليوم وقت حدا عم يخطب هالامرأة عم تضل هي ساكتة، هذا عم تسويها منطق عليها، رايح جاي عليها لحتى جوزها يكشف. يعني ما بعرف الرجال وقت يعني وقت يشوف هالشيء قدامه بعود الشياطين كلها بتلعب في وجهه وتنط في وجهه وقد ما بتحمل. يعني عم نحكي إجباري عن الرجل اللي عم يعتدي على المرأة اليوم يا حسن، شو لازم تكون العقوبة بحقه؟ القتل قليل عليه، يعني هي أول شيء فيها. يعني طيب ليه النساء اللي بيحكوا إنه هن تعرضوا للاغتصاب المجتمع بيكون في له نظرة مثل كأنه فضيحة أو عار وقعت عليها؟ هي مو بإيدها الجواب، بس لما بتحكي أكيد رح يضلوا واقفين أول شيء جنب أهلها وبعدها جوزها أكيد، لأنه هي اللي حكت، ما جوزها اللي كشف هالشيء. لأنه أنت اليوم عم تشوفه على الواتساب، يعني اللي سمعته إنه ما يحكي لهالله إنه هالشي اللي أنا لسه ما قلت شو اللي صار. هلأ رح نسمع أكيد بعد ما نسلم على الأستاذ وضحى، رح نحكي القصة، رح تسمعوها بصوت الضحية بعد ما تغيرنا شوي بصوتها حفاظا على خصوصيتها. تماما، هي سكتة والله، بس أنا بنصح إنه تحكي، لأنه أنا ما قلت إنه هي سكتت وما قلت إنه هي حكت، هلأ بنسمع وبنعرف شو اللي صار معاها. ماشي تماما، شكرا لك يا حسن، يعطيك العافية. نا
نظرة المجتمع وتأثيرها على الوضع النفسي وبالدرجة الأولى ووضع الحياة اللي ممكن تستمر فيه السيدة اللي تعرضت للاعتداء الجنسي للاغتصاب بكل أنواعه، أكيد بيختلف تبعا للبيئة اللي هي موجودة فيها وتبعا للقانون اللي ممكن أنه ياخذ مجرى بشكل صحيح، حتى نقدر نعرف تفاصيل أكثر عن السلوك المجتمعي وأسبابه وكيف فينا نحمي النساء من الاعتداء الجنسي. بيسعدنا تكون معنا الاختصاصية الاجتماعية الأستاذة وضحة العثمان. أهلا وسهلا فيكي من جديد معنا على هوا روزانا بإنتي أدهى. يا هلا هلا عزيزتي، أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا في المستمعين. أستاذي واضحة، بداية أنا رح نسمع قصة، هي قصة واقعية لسيدة تعرضت للاغتصاب من أخو زوجها. البعض لاما لأنه ما عرف بقية القصة، ما عرف إذا هي حكت أو لا. خلونا نشوف بالضبط شو اللي صار معها ولليوم هي شو وضعها. أنا متجوزة ومتجوزة على ضر، وجوزي كتر ما ثلاث سنة زرتي معي، رحنا سكنني بطرف الضيعة بعيد عن بيته الثاني. قمت سلافي كتير كويسين معي، عندي ست سلاف، قام صار يتردد من الستة علي واحد منهم يجي لعنا على طول. هدنيك بيجوا يعني بيجوا بالسهرة وقت يكون صاحب البيت موجود جوزي، وهي ها صار يجي الصبح والظهر جوزي يكون بالأرض، أولادي في المدرسة. بيجي كذا مرة بيجي بيقول لي إنه نشرب كاسة شاي جوا، إنه بالبيت بكون أنا بالبيت عم نايم، بقول له لا نشرب هون، تفضل ميت أهلا وسهلا وميت السلامة. يعني بضمن الأصول وبضمن الاحترام إنه كسلفة تحترم سلفها. وهيك قام يوم أيام إجا لعندي أكتر من كذا مرة، أكتر من مرة. يوم الأيام أنا عم قش الطي وداير قفاي، عندي عجان اثنين في المدرسة وعندي اثنين صغيرين بالبيت، وأنا الطيات تحت البيت عم قش الطي، عندي بقرتين ما شفت إلا حدا ضف ظهري من ورا. زفلت درت وشي هيك لقيته هو سكر لي تمي، كتير شددنا ما دشني لأخذ اللي بده إياه. ما حسنت قاومه، ما حسنت يعني ما حسنت له، قام ما أخذ اللي بده إياه. حدي بعد ما خلص السطل اللي قاششته رشقته عليه وضربته بالكريك اللي عم قش فيه كمان. قلت له والله لا أضحك، والله لا أقول لأخواتك ولا أهليتي ولا ما أخلي حدا إلا ما أقول له. هذا عمل جرامي، هذا مو عمل إنساني، أنت إنسان حقير إن مرت أخوك. شو فرقي عن أختك أو مرت أو يعني مرت أخوك التانية والتانية. خلي أنا أنا لأنك أنت هيك هيك شغل، يعني ما فهمت منه شو ليش هيك عمل فيني، ليش هيك. أنا ما شفت مني لا ضحك أو لا إنه شغلة برات الطريق وإشي. قال لي هيك أنا بدي أخذ وأكسر عينك. قام سحب حاله وراح. بعد ما راح طلعت صحت وقلت للجيران وقلت لسلفي بيت بعيدين عني شوي، بعتت عليهم ابن جيران حكيت لهم هيك هيك صار معي. إجا جوزي من الأرض قال أشفي أشفي، قلت له هيك هيك صار معي. قتلوه ضربوه ونفوه من الطايفة هلأ. وحكيت لأخواتي، أخواتي إلا بدهن يا إنه يقتلوه. قالوا له نحن بنعرف، وصارت جلسة زلم. قالوا له إحنا بنعرف شو عنا أختي، لولا ما نعرفها شريفة إحنا ما جوزناها عذر، وجوزها صرفها بأطراف الضيعة وسكنها. أهليته رجعوه على بيتهم، صار يفوت ويطلع لعندهم. أنا جوزي مشكلتي هلق مع جوزي، أنا عندي خمس أولاد ست أولاد. جوزي كل ما شاف حدا ناحل البيت ويتفت، يعني لو إنسان مارق من ناحل البيت يشك فيه، مين إجا لعنا، مين راح، مين هيك ومين هيك. والله والله العظيم حتى ضحكة ما أبين من أول. أنا بقول على ضرة بدي حافظ على مكانتي وعلى سمعتي وعلى شرفي. الشرف صحيح شرف جوزي، بس الشرف شرف أهلي. أنا ما أوطي راس أهلي وأجيب أهلي بالأرض. هاي هيك أنا هلا معاناتي مع جوزي. جوزي صار صعب كل ما أطلع، وما بطلع من البيت ما يخليني أطلع. هلق إذا شاف حدا إجا ولا حدا راح ممنوع أفوت ولا أطلع، ولا إذا شاف حدا ناحي البيت يتوتر ويجي يحقق معي تحقيق. يعني مو معقول، شو هالحياة؟ شو حياة إنه وحدة تحتدى على شرفها وهيك يصير ما حينخرب بيتها بيوم وليلة؟ يعني مين ترضى، مين ترضى إنه ينخرب بيتها ويصير معها هيك شيء؟ أستاذي واضحة من جديد أهلا وسهلا فيك. ونحن يعني سمعنا صاحبة القصة حكت أنها تعرضت فعلا للاغتصاب، لكن بالمقابل هي يعني عم تتعرض لمعاملة سيئة من شريك حياتها، والمجرم اللي اعتدى عليها هو اليوم بالعكس رجع لعند أهله ورجع لحياته الطبيعية، هو حر طليق حتى.
فمنلاقي فعلا انه في عدد من النساء بيخافوا انهم يحكوا ما بيكون عندهم افصاح لحتى ما يتعرضوا لهذا المأزق الاجتماعي اكبر من الضغط النفسي الاجتماعي، رغم انها يعني ضحية هي اليوم لهذا الخطر. فسؤالي لحضرتك، كيف ممكن نقدر فعلا نقدم دعم حقيقي لتتمكن كل امرأة من حماية نفسها من هذا العنف النفسي؟ يا أهلا وسهلا فيكم مجددا. صراحة أنا كنت عم بسمع يعني وعم بسمع بفكر تحليلي لكل كلمة كانت عم تحكيها السيدة. صراحة نحن المشكلة في بناء العلاقات الاجتماعية اللي نحن عايشينها كمجتمعات عربية، تمام؟ نحن بنعطي الفسحة الكتير كبيرة في علاقاتنا وبعدين نرجع منحاسب هدول الأشخاص كيف تمادوا معنا، تمام؟ يعني هاي السيدة مثلا انا ساكني في اطراف البلد مثل ما عم تحكي انه اخوات زوجي بيترددوا على عندي في غياب زوجي، تمام؟ كان من البدايه انا ما عملومه بس انا عم بشرح واقع. هلا هي قالت انه بيكونوا بالسهره بوجود زوجها، استثناء انا هذا صارت عم تلاحظ انه عم يجي بغياب زوجها، فكان يطلب انه يقعدوا جوا، هي تخجل فتقول له انه بنقعد برا، ما بتسمح له انه يفوت لجوا، لحتى يوم اجى يعني على حين غرخ يعني نقول فجاه. عزيزتي أنا كنت عم بسمع القصة بشكل كامل. فالمهم الفكرة اللي أنا بدي أحكيها، نحن في البداية من المفترض أنه نعالج الشغل النشاز الغير طبيعي. هلأ ابن الإحمى هو يعني مثل أنت علاقتك مثلا بأي شخص تاني غريب في غياب زوجك، إلا إذا كنت أنت بتربطك بهذول الأشخاص علاقة عمل، شيء ما في مبرر هو أصلا يجي في غياب الأخ، يعني في غياب زوج على البيت. كان من البداية يعني هي عم تصرفت عن طيبي، هاي العادات الاجتماعية اللي نحن أصلا منعيشها بمجتمعاتنا وبعدين منلوم الخطأ اللي بيجي من بعدها. في لازم تكون في عنا ضوابط لعلاقاتنا الاجتماعية. عدم وجود الزوج ما في مبرر انه يجي. لما اجي مره وتنتين هي كان ممكن تقول لزوجها انه انا غير مرتاحه، يعني اخوك ما في داعي يجي على البيت وانت مالك موجود، شو مبرر جايته في النهار؟ بيجي لما انت بتكون موجود، يعني انا مو فاضي لا استقبله ولا فاضي افتح معه حديث ولا في مبرر لجايته. هيك المنطق بقول. الشق الثاني، نحن في مجتمعاتنا دائما ليش المراه بتسكت عن الظلم؟ لانه دائما يقال مثل ما هي حكت انه انا بحياتي ما ضحكت بحياتي ما ابتسمت، فهي عم ترجع بتكرر شيء عم تتناقله أنسلة الناس. لو هي بالاصل ما عندها ارضيه لهذا الشيء، لو ما هي عاطيته وش ما كان تصرف معها هيك، لو ما شاف منها قبول ما بلش هيك، هي مظلومه. هي اللي صار معها عن طيبه قلب وسذاجه وبساطه انه هي عم تستقبله في غياب زوجها كاخ، بس الاخ اخ وابن الأحمى ابن أحمى. ولازم يكون عندنا الفصل هاي في مجتمعاتنا، لأنه المرأة مجرد أنها تتعرض لهيك نوع من الاعتداءات كل المجتمع. ألو؟ أيوة معك. لما بتتعرض المرأة لهذا النوع من الاعتداءات كل المجتمع بيوقف ضدها، بيصير هو بحاسبها على أنها هي الجاني، كأنه هي اللي عطت هذا، هي أمنت له هذا الجو، هي أمنت هذا الوضع لحتى يصير معها هيك، تمام؟ بس مجرد يعني لو نحن نفكر بواحد من الألف من المنطق، لو هي كان عندها هاي الرغبة أو راضي باللي شيء عم بيصير ما كانت حكت، ما كانت أفصحت عن الشيء اللي صار معها للناس. فالناس نحن يعني ندعي الأخلاق والدين ونروح دائما لأقصى الظلم في علاقاتنا وعاداتنا الاجتماعية كلها. لما أنا كمجتمع هاي الإنسان اللي ظلمت وعلت صوته وقالت أنا تعرضت لهيك، مشان يعني أول شغلة هي بعتت رسائل لكل الناس تكون علاقاته الاجتماعية محدودة ما يسمحوا لهاي الفوضى بالعلاقات. الشيء الثاني هي مظلومة، لو ما كان مظلومة وما كانت تعرضت لهيك كانت سكتت، فهنو لازم يكون المجتمع كله وقف جنبها وناصرها. طيب أستاذي واضحة، يعني نحن اليوم أحيانا ما بنكون موجودين مع الإنسان، يعني حتى هون حتى بهاي القصة هي اليوم ما كانت عم تستقبله، وإنما إجاها على غفلة وبرات بيتها وهي عم تنظف بمكان أساسا ما نو مناسب إنه يكون في عنده رغبة، ومع هيك اعتدى عليها. واليوم نحن للأسف سمعنا عن قصة الطفلة جنى، وهي اعتداء، هي طفلة، ولليوم للأسف بنسمع عن اعتداء تجاه الطفلات، اعتداء بشكل بطريقة وحشية، وأحيانا للأسف بيكون أحيانا من خال أو من عم أو من قريب أو من جد. أحيانا للأسف كمان عم بيكون في اعتداء على مراهقات من آبائهم، وأحيانا بيكون من زوج الأم، وبالتالي ما بيكون في حديث عن هاي القصص. ولما بيتم التبليغ كمان هي ما عم تنصف،
وما في شيء يحميها، لا قانون ولا حتى مجتمع. فكيف ممكن نحن اليوم نكون في عنا آلية واضحة للتعامل المجتمعي لحتى قبل ما نقول ليش هيك صار معها أو شو الأسباب نعرف كيف بدنا نحميها؟ أنا كنت عم بسياق حديثي بدي بل يعني أكمل الحديث. نعم. نحن كمجتمع كنساء على فكرة دائما يعني نحن أنا بقولها ممكن تكون غلط أو ممكن صح، بس أنا عنديها قناعة عدو المرأة هي المرأة نفسها. النساء هم أكثر ما يتناقل الأخبار ويسيئوا في القصص اللي لها علاقة بهيك مواضيع. يعني نحن في مجتمعاتنا يعني لازم يكون عنا ردع لهي قصص ويحاسب الأشخاص اللي بيسيئوا لها بيسيئوا لسمعتها، لأنه هي تعرضت لجرم، تعرضت لجناية، هي إنسان تعرض لظلم. فالمجتمع اللي بدي يساهم لسه في نشر قصتها والإساءة إلها ومحاسبتها والكلام عليها يجب أن يكون هناك ضوابط قانونية يحاسب عليها، حتى نحن نمنع المجتمع من أنه يكون هو كمان رديف للمجرم أصلا. نعم، هي بالدرجة الأولى. أما تفضلي. أنا بس رح أستأذنك أستاذي واضح نكمل الموضوع بعد الفاصل الإعلاني لحتى تضل الفكرة مستكملة. تمام. عم تسمعوا إعلاناتكم على 98.5 FM على روزنا. واو شو هالشعر الحلو، شامبو نسمة، وشو السر بنسمة، زيت الزيتون والكرياتين، وإيديكي شو ناعمين، كمان كريم مطري نسمة بزيت الزيتون. قولي هون دفعة واحدة، الشامبو والكريم والواكس للشعر، أما المطري فللإيدين والجسم، وطبعا لا غنى عن صابون الغار. مع نسمة بتصير برقة النسمة. نسمة كوزمتيك في جدنا نفس على المصنع يردمجو أولان إيرونلار. الوكيل العام شركة الحموي، الشركة الأولى التي تعمل حسب المواصفات التركية والعالمية. لك شايفة مو على بعضك شو صاير معك؟ سافرت أسبوع رجعت على بيتي قلت بعمل لها إياها لمرتي مفاجأة. إيه؟ دخلت على البيت شفت صبية بتشيل يا زلمة، لك قمر كاملة مكملة. ايه؟ سألت عن مرتي وبس حكيت طلعت هي مرتي. اللي بتشل؟ اللي بتشل يا سيدي، رايحة على مركز كلابيك عاملة تصحيح الابتسامة اللسوية، فيلر تحت العين والأنف والشفايف وخطوط الضحك والتكساس، وعاملة إزابة للغبغبة، وعاملة تبييض المناطق الداكنة والبلازما بين للتجاعيد. ايه حلو؟ لك بعرف حلو، المشكلة انه زعلت كيف ما عرفتها غير من صوتها. كلابيك موجود؟ لا يعتني بجمالك. غازي عنتاب جانب محطة ماسل بارك، هاتف 035-022-47-88. لإعلاناتكم على راديو روزنا الاتصال بالرقم 0555-0032-888. على هو روزنا نحن معكم ببرنامج انتي أدهى، عم نناقش اليوم موضوع الاعتداء الجنسي، كيف ممكن نحمي النساء منه بين التشريعات القانونية وأيضا نظرة المجتمع. معنا عبر السكايب السيدة وضحى العثمان، وأيضا نحن خلال الحلقة بنستقبل اتصالاتكم. استمعنا لقصة إحدى السيدات وكانت النتيجة بعد ما خبرت وحكت شو اللي صار إنه اليوم هي بحياة الزوجية عم تتعرض لشك كبير من زوجها، لتضييق كتير عليها وبالتالي ضغط نفسي كتير كبير. فبتمنى إنه أكيد تشاركونا بآرائكم. أستاذي وضحى رح نكون معك أكيد إذا بتسمحي نستقبل هذا الاتصال وبنرجع بنكمل بهذا الموضوع. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا أهلا. معك خالد. أهلا وسهلا فيك يا خالد، من وين عم تسمعنا خالد؟ عم بسمعكم من تركيا. وين بتركيا بالضبط؟ آفيون. أهلا وسهلا فيك. شو رأيك بالموضوع؟ شو بتحب تشاركنا اليوم بإنتي أدها والحديث عن حماية النساء من الاعتداء؟ تماما. صوتي واضح قبل أن أخوض في كلامي مداخلتي؟ نعم تفضل، صوتك واضح. الحقيقة المسألة هذه حساسة للغاية، ولا بد من
يعني أن يكون الإنسان موضوعيا فيها وأن يستقي الحلول بعد تشخيص المشكلة والأسباب. فالسبب هي يكون من طرفين، الأول هو تساهل من الضحية والآخر يكون من الجاني. التساهل من طرف الضحية طبعا كما في القصة اللي ذكرتوها وكانت هي محور ربما المناقشة هذه، أتذكر فيها حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الحم والموت. فقضية التساهل من طرف الضحية أو ربما كما ذكرت الأخت عبر اتصال سكايب أن العادات الاجتماعية التي لا يكون فيها انضباط كامل ولا يكون فيها حدود معينة لكل من أقرباء الزوج أو الحم أو غيره أو الجيران، هذا دائما ما يساهم أو يدعو إلى تجاوز الحدود المرسومة اجتماعيا أو دينيا بين الضفرين. طيب خالد، نحن إذا كنا فكرنا أبعد من هاي القصة اليوم اللي سمعناها، حالات الاغتصاب اللي بنسمع عنها سواء بالمعتقلات أو حتى اللي بنسمع عنها بالاعتداء على الفتيات بالطريق أو الاعتداء من المحارم، حبذا لو تركتني أكمل مداخلتي أنا داخل مداخلة ثم بعد ذلك نتناقش في الأسئلة الأخرى. الأمر الآخر اللي هو من طرف الجاني قد يكون سيئا بطبعه بتربيته بالمجتمع المحيط به، فيكون الجاني عنده عقد نفسية أو بما تربى عليه أو من الحالات اللي ربما هو تعرض لها ويمارسها على الأشخاص الآخرين. فإذا جملة الأسباب التي هي ذكرناها من طرف التساهل من طرف الضحية أو من الجاني قد يكون سيئا بطبعه. الآن الحلول، يعني لا يمكن أن نشخص مشكلة ونبين سبب ثم بعد ذلك نتغافل عن كيفية الحلول. الحلول تكمن بقسمين، بمنظومتين، تفعيل المنظومة الأخلاقية والتفعيل المنظومة الردعية. التفعيل المنظومة الأخلاقية وهي عبر المنظومة الأخلاقية، طبعا لا يمكن أن نتجاهل الأخلاقيات الإسلامية التي وردت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فغض البصر والاحتشام، غض البصر من الرجال والاحتشام من النساء هو أدعى لأن تكون هذه المشاكل نسبتها المئوية منخفضة جدا عندما تفعل المنظومة الأخلاقية أو الدينية بتعبير آخر من غض البصر والاحتشام وغيرها من الأمور. لا يمكن أن نأتي بالحلوى، نفتح ظرف الحلوى نضعه أمام الشمس تمام ثم بعد ذلك تفسد ثم نحمل الشمس المسؤولية لماذا أفسدت الحلوى. إذا جئنا إلى النساء ثم هتكنا المنظومة الأخلاقية من غض البصر والاحتشام وغيره من الأمور ثم نحمل الطرف الآخر هذه الجريرة هذا العمل. القضية الأخرى المنظومة الردعية. الحقيقة المنظومة الردعية حينما تفعل، كان هناك مثل عند العرب يقول القتل أنفى للقتل، يعني بتعبير آخر من يعرف نفسه أنه سوف يلقى عقوبة رادعة ممكن أن تصل إلى حد القتل أو أن تصل إلى حد التعزير الذي يراه الحاكم أو القاضي أو ما شابه، فيرتدع عن فعل أو الإقدام على هذا العمل. لا يمكن أن يقدم على أن هذا العمل أو هذه الاغتصاب أو طيب أستاذ خالد يعني بشكل سريع، نحن هون عم يعني أنا حسيت من كلامك وكأنه في لوم على السيدة، مع العلم أنه في سيدات بالاحتشام، إذا بدنا نحكي عن الاحتشام إذا بتسمح لي، في سيدات هني محتشمات ولكن ما هيك تعرضوا للاغتصاب. أنا ذكرت لو أنت لاحظتي معي أنا فصلت في هذه المسألة وقلت أن الاحتشام وغض البصر قلت من الأسباب أنه ممكن أن يكون من طرف الضحية وممكن فما بعرف كيف ممكن يعني كيف ممكن تكون العقوبة تجاه الجاني. عذرا، فحتى قبل أن نتجاوز إلى قضية العقوبة الجاني، أن التشاهل من طرف الضحية واحد، حتى نكون موضعين، أيضا ممكن أن يكون من طرف الجاني بطبعه قلنا. فإذا كان محتشمة واعتدى عليه فليست المشكلة عند الضحية بكل تأكيد، ولكن طيب عند الجاني. العقوبة يعني
لم أجد حقيقة في تقصي واستقرائي لكل المنظومات الرادعة والقوانين الوضعية أفضل من ما جاء به أو جاءت به شريعة الإسلام. فالإسلام فرق بين الاغتصاب والزنا. لاحظ أن الزنا يكون بالتراضي بين طرفين، فهذا كان له عقوبة الرجم، أي الموت، الرجم حتى الموت، إلقاء بالحجارة. أما الاغتصاب هو أشنع وأكبر جرما عند الله سبحانه وتعالى، فهذا يعتدي أو يتعدى مرحلة الإفساد في الأرض، والإفساد في الأرض جزاؤه القتل الشنيع. قتلوا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز. فإذا حينما تكون العقوبة رادعة يعرف القاتل أنه سوف يقتل أو المغتصب أنه سوف يقتل كما في نص الشريعة، لا يمكن أن يتجرأ على هذا الفعل. نعم. أما لم كنت عدم المؤاخذة اليوم لما أعرف مثلا أن هذه العقوبة السرقة أو الاغتصاب أو هاتك حرمة جاري مثلا ممكن بجزية مثلا مالية أو ممكن بحبس 5-6 أشهر يفعلها لأنه ما في عقوبة رادعة. نعم. الآن بدي أشكرك. المنظومة الردعية بشكل أكبر وبشكل أوسع يمكن أن نساهم بالقضاء، ليس كليا، بالقضاء على نسبة 50% من الجرائم. المنظومة الأخرى هي المنظومة الأخلاقية، لابد من التأكيد عليها. نعم. بدي أشكرك أكيد أستاذ خالد لمشاركتك معنا اليوم، عذرني لأنه نحن مضطرين نكمل برنامجنا، وأكيد وصلت الفكرة اللي حبيت أنك تطرحها وتوضحها. شكراً جزيلاً لك. رح أرجع لعندك أستاذة وضحة نكمل بالموضوع اللي طرحناه، وهو كيف ممكن نحن نخفف من الضغوط النفسية وكيف نقدر فعلاً نقدم حماية صحيحة للنساء. يعني نحن استمعنا للاتصال وكمان كان فينا نقول أنه في تصنيف ولوم على المرأة غير واضح، وهو إذا كانت المرأة غير محتشمة وكأنه هذا بيعطي مؤشر للآخر أنه من حقه أنه يعتدي عليها. أنا هون بس حابة كمان وقف عند هاي الفكرة، يعني بدي أحكيها بالعامية. إذا قلنا أنه هاي القضية قضية شرف، فالشرف للرجل والمرأة. إذا كان الرجل يحمل أخلاق فما له، يعني ليس له علاقة بما ترتدي المرأة من ملابس، من من من, من أي شيء. إذا كان تصنيف الحشمي هو الملابس أو أي شيء آخر، لما هو بيكون عنده منظومة أخلاقية صحيحة، تمام؟ يعني القدارة اللي تعرضت للسيدة، المكان هو مكان تربية حيوانات، يعني معقول الإنسان يكون دنيء وتحكمه شهوته الحيوانية بهاي الطريقة؟ يعني في أسوأ من هيك مكان ممكن إنه الإنسان يقوم بهيك فعل فيه؟ يعني ما بيخطر على بال. يعني الحيوانات تخجل من هكذا تصرف. أولا الشيء الآخر اللي أنا حابة أحكي، يعني نحن في تربيتنا في مجتمعاتنا تعودنا دائما أنه الشرف قضية تعني المرأة والرجل مباح له كل شيء. القضية لا، بالتوازي وبالتساوي. الرجل يحكمه دي تحكمه أخلاقه وهي بتقيد تصرفاته مع كل الناس مثل المرأة تماما. هذا الرجل هو اللي كان مجرم، المرأة كانت ضحية ضعف معين، أنه هي جاي متزوجة كزوجة ثاني، هي عم بتحاول تبني علاقات طيبة مع بيت أحماها، ممكن من هذا المنطلق هي عطته وش شوي أنه هي ما حابة تخسرهم، حابة تكون ودودة معهم لحتى تستمر في حياتها. فكانت نتيجة أخلاقها وتسامحها وتعاملها الطيب معهم وداها لهون. فهي بالحالتين هي كانت مظلومة، يعني هي كانت عم بتحاول مثل ما هي عم تحكي في البداية بدها تكسب هدول الناس البيت اللي اجت عليه جديد، الأشخاص ما كانت عم بتفكر انه هذا الرجل يحمل هذا الشيطان القذر في داخله. نعم. طيب حابة أسألك أستاذي وضحة، الورشات اللي اليوم بتقام يعني حتى يكون في وعي مجتمعي عم تعطي ثمار؟ هل عم بيكون فعلا في تغيير؟ يعني هون لاحظنا جانب إيجابي جدا بالقصة اللي استمعنا لها، انه الأهل كانوا داعمين للبنت وقالوا نحن بنعرف شو مربين، ولكن يعني بباقي المجتمعات ما بيكون هاي النتيجة الإيجابية دائما. أنا صراحة من فترة طويلة منقوم نحن على ورشات اسمها يعني تحت مسمى الحشد والمناصرة للسيدات الخارجات من المعتقل والمتعرضات للاغتصاب. هدول السيدات
واغلبهم لما راحوا على المعتقل ما اعتقلوا لانه هنا عندهم جرم او جنايه، اعتقلوا بحالي نحن بنعرف كيف تم الاعتقال فيها، ممكن بسبب الاخ، ممكن بسبب الزوج، ممكن بكذا قصه. لما طلعوا هدول السيدات اللي هن متعرضات للاغتصاب، المجتمع حتى بدون ما تحكي انه انا تعرضت او ما تعرضت للاغتصاب، كان ينظر لها نظره سيئه جدا، وكثير ازواج طلقوا نسائهم، وكثير اهل تخلوا عن بناتهم. وبالمقابل في اهل احتضنوا بناتهم بطريقة عجيبة غريبة، وعملوا حفلات يوم اللي طلعوا بناتهم، وقالوا انه هاي البنت لما طلعت هي وسام لأنه هي اعتقلت على حجز ما كان لها ذنب بالقضية اللي صارت نهائيا. فنحن هي بنتنا، ونحن رح نكون معها وندعمها. وانا حاليا تجيني اتصالات يومية وانا بشتغل مع هدول الشخصيات من شباب سوريين مقيمين في الخارج، نحن على استعداد نتزوج هدول البنات، وهن منحطهم وسام على صدرنا. لما نحن منعزز هاي الثقافة، ثقافة انه يعني الانسان، المرأة هي إنسان، وما حدا بيحمي المعتقلة، عفوا المغتصبة، سواء كان الاغتصاب في المعتقل أو كان الاغتصاب في ظرف اجتماعي هي كانت مثل ما حصل مع السيدة، كان خارج عن إرادتها. هنون النساء أنفسهم، هنون هدول الضحايا أنفسهم. نحن عم نعمل لهم ورشات حشد ومناصرة، لأنه صاحب القضية هو أكثر شخص ممكن يدافع عن قضيته بشكل صحيح. المغتصبة ليست عاهر، المغتصبة ليست امرأة عم تبيع هوا، المغتصبة تعرضت لأبشع ظرف ممكن يعيشه إنسان. نعم تماما، وهو رح يضل مرافقها في كل حياتها. تمام، وحكاية أنه نحن في مجتمعاتنا دائما نخجل من الحقيقة ونداريها، هاي قصة كارثية. في قصص، أنا لأنه صراحة عندي ظرف مضطرة أحكي اللي عندي مشان. نعم تفضلي أستاذي وضحة، إذا في عندك أي إضافة أخيرة. تماما، القصة يا عزيزتي تكمن في نحن في مجتمعاتنا دائما الأمهات، حالات الاغتصاب اللي عم بتصير للصبايا الصغار والمراهقات والقاصرات عم بتصير بسبب فوضى التربية. كثير من الأمهات بيعتبروا أنه البنت في سن 13 أو 14 أو الأصغر سنة ممكن 9 سنوات، أنه ما عليش تضل عند بيت خالة، عند خالة الأعزب أو عند أولاد خالة يكونوا مع بعض، بدون الأم ما تعي أنه ممكن هاي البنت شو يصير معها. ودائما هدول الصبايا الصغار بيسكتوا على التحرشات وعلى التعرضات وعلى الاغتصاب، لأنه بيعيشوا حالة خوف وضغط من الجاني. فلازم كمان نحن يكون عندنا وعي، نعرف وين نحط أطفالنا، وين نحط أولادنا. لازم يكون الأم عندها دراية ووعي كافي لهي قصة. ولازم نحن نفهم أنه الإنسان بطبيعة حياته ومراحل عمره اللي هو بيعيش فيها، كل مرحلة يزداد قوة. مو معقول أنه طفل صغير نحن تكون ضعيف نجي نحاسبها ليش صار معها هيك. يعني ممكن هي في لحظة معينة تتلبك، ما تعرف شو تتصرف، تخسر حالها كلها. ممكن هي تنحط في 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 موقف بدون رعاية من الأم عند أقاربها. أغلب حالات الاغتصاب على فكرة اللي بيتعرضوا للقاصرات والمراهقات هن من الأقارب، لأنه هن عم بينوجدوا معهم في مكان واحد، في بيت واحد في أغلب الأحيان، والأم غير واعي للي عم بيصير معها. الكلمة الأخيرة اللي بحب أقولها أنا، رب العالمين إذا نحن ما نجي من ناحية دينية غفور رحيم، هاي المرأة اللي تعرضت لهذا الظلم من الأرحم أنه نحن نكون جنبها، ومن الأجدر أنه نحن نحاسب الضحية، مو نحاسب نحاسب الجاني مو الضحية. أغلب حالات الاغتصاب اللي بتعلن عنها النساء هن المظلومات، ومظلومات وبشكل كبير، لأنه لو هي أصلا ما يعاش حالة الظلم فهي ما مضطرة تشهر بنفسها وتفضح نفسها على بالمصطلح العام يعني نقول. فبالتالي نحن لازم يكون عندنا روادع قوية جدا في مجتمعاتنا للجاني وللأشخاص الآخرين اللي هنن بألسنتهم بيتناقلوا هاي السيرة لهاي المرأة. نعم، شكرا جدا لك أستاذي وضحة العثمان لوجودك معنا اليوم بإنتي أدهى، وكل التوفيق لحضرتك. اسلمي لي عزيزتي، وأنا إن شاء الله أتمنى لكل النساء الخير، أتمنى أن يكونوا هنن قويات جريئات قادرات على أخذ حقوقهم بأنفسهم ضمن, ضمن, ضمن منظومة أخلاقية تحميهم في مجتمعاتنا إن شاء الله. شكرا لك. بنتابع معكم مع اتصالاتكم، ناخذ ايضا اتصال. الو صباح الخير، ناخذ الاتصال الثاني. الو صباح الخير، يا هلا يا محمد، تفضل.
الله يسعدك. أول شيء شكرا على هيك موضوع وهيك طرح، يعني الموضوع كتير حساس وخصوصي بهالوقت اللي نحن فيه وهلأ منعيشه. شو في عند تفضل. تفضلي. لا أحب أسمع منك سريعا محمد، تفضل. والله يهمك. هلأ أنا في عندي تعقيب واحد عليها هي بالذات، وأنا أكيد ما رح أكون ضدها، أنا رح أكون معها بهالشغلة هاي. أي امرأة مثلا بتشوف أنه في تردد عليها عم يصير من قبل حدا من قرايبينا من قرايب زوجة بهالشكل هاد، فهي لازم تكون أذكى وتكون حذرة أكثر بهالموضوعات، لأن هي رح تلاحظ عليه مرة أولى وتانية من خلال حكي وطريقة كلامه، أو خلينا نفوت لجوا نقعد جوا نشرب كذا. فهذا الشيء برجع لإلها هي، إنه تكون ذكية تفهم على الشخص شو نيته. هلا نحن من ناحية دينية تانية، يعني بصراحة بحكيها إنه رب العالمين قال بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طبعا إذا هالشيء هذا ما ردعوا لهالشخص هذا بدينه أو بتربيته، فهذه فهون بتكون النفس أمارة بالسوء، فهي عم توحي له على نية مو منيحة. وأكيد ما في شيء يعني برد على الشخص هذا إذا صمم على شيء بده إياه وعم يشوف إنه المكان مريح له. بس المكان اللي صار فيه الاعتداء غير مريح ابدا بإله، بدليل انه اجاها على حين غفله، وبدليل انه هي كانت عم ترفض وجوده داخل البيت. هي من جهه، من جهه ثانيه حالات الاغتصاب اعم بكثير من الموضوع اللي تناولته القصه، بدليل انه الاغتصاب عم بيصير تجاه فتيات او تجاه اطفال حتى. بالضبط. هلا انا ما عم احكي انه على المكان المريح لا، ولكن هو شاف الجو انه تماما مناسب انه لحتى يباغته. مناسب بالضبط. نعم. انا ما عم احكي عن المكان اللي صارت فيه الحادثه لا، بس عم احكي عن المكان ما فيه حدا، فهذا الشيء شده انه يعمل هالشيء هذا بكل اريحيه، انه بدون لا حسيب ولا رقيب. هلا انا صارت معي قصه من فتره صغيره، ما راح اخذ من وقت البرنامج كثير. كنت ماشي احد الطرقات بغازي عنتاب، كنت راجعه من شغلي، وشفت على لحظه انه اثنين شباب ماشيين وهن ما شاء الله عليهم كمال اجسام وبيلعبوا حديد وكذا، في بنات سنتين يعني عمرهم ما بيتجاوز ال 18 سنه ماشيين وبايدهم اسوارات تبعات الثوره. فهن ماشيين فعم يسمعوهم كلام، فانا من طبعي يعني صراحه ما بتحمل اني اشوف الشيء هذا. هي ممكن تعتبريها غيره نخوه كذا، ولكن الرادع الديني اللي عندي ما بيقبل بهالشيء نهائيا. فانا تقربت من البنات قلت لهم انا اعتبروني اخ لكم كون هذول عم يلطشوكم. فقال ايه اوكي. فهن لما يبلش يلطشوا قلت لهم يا شباب انه هالشيء اللي عم تعملوه غلط، وهدول قرايبيني، فبتمنى يعني حكيت بطريقه تانية يعني كثير يعني ممكن تكون اوفر، ليش؟ لحتى انه جيتهم بالطريقه اللي ممكن تناسبهم لهم، خليهم يردعوا عن هالشيء هذا. نعم. فرأيت انه حتى التحرش اللفظي موجود، فما بالك انه اغتصاب، يعني شيء كبير كثير بالنسبه لنا، ونحن هون صرنا ببلد لا توازن الكلمه، إذا القريب عم بيكون بعيد، أو الشخص المقرب اللي كنا عايشين معه بأيام سورية قريب منا كثير هلأ عم يكون بعيد عنا، يعني مجرد تواصل، فمين رح نستعين؟ نعم. أنا هي النقطة اللي بحكي عنها. شكرا كثير لاتصالك محمد، يعطيك العافية. وأنا بشكرك، عافاك الله. باي باي. مكافحة العنف الجنسي، التعرض للعنف الجنسي وللاعتداء الجنسي تجاه السيدات هو بيحتاج لجهود مجتمعية كتير كبيرة، ولحتى يكون في وعي مجتمعي نحو كيفية التعامل مع الحالات. أيضا مهم جدا نعرف القوانين اللي ممكن تكون منصفة لحماية المتعرضين للعنف الجنسي والاعتداء الجنسي. لحتى نعرف تفاصيل أكثر عن المبادرة السورية لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع المجتمعي، بيكون معنا رئيس المبادرة الأستاذ ضياء رويشدي. يسعد صباحك أستاذ ضياء، وأهلا وسهلا فيك معنا، واعذرني على فرق التوقيت بيننا وبينك. لا بالعكس، يسعد صباحك من لوفر، وأنا آسف يعني أنا كان لازم أكون معك قبل بوقت، بس والله حقك علي يعني أنا غربطت بالتوقيت، بس شكرا جزيلا لاستضافتنا، وشكرا لجهود راديو روزانا لنشر هاي المفاهيم، وشكرا كثير لك لانه هاي مهمه كثير صعبه بالمجتمع انه نحن نحكي عن هذا الموضوع، فانا كثير بدي اشكرك شخصيا. وانا اكيد شاكره وجودك، ويعني والموضوع فعلا مثل ما كنا عم نحكي انه احيانا العنف الجنسي عم بيكون فيه لوم للضحيه، حتى القوانين بالدول العربيه ما اجت منصفه بحق النساء،
كان في بعض القوانين وإن تم تعديلها في بعض الدول عم تفرض أو عم تفتح مجال وفرصة للجاني أنه يتزوج حتى من ضحيته. فأنا حابة أسألك بداية على النوع عن المبادرة، سبب القيام فيها، قديش في صعوبات وتحديات اليوم أنتم عم بتواجهوها؟ هلا هي بداية المبادرة يعني جهود مثل ما حضرتك ذكرت، هي محاولة لتنسيق الجهود المجتمعية من كل منظمات المجتمع المدني. يعني نحن عملنا تقييم احتياج كبير وندرك أهمية هذا الموضوع، ونحن بنعرف أنه ما في مؤسسة لحالة أو منظمة أو شخص أو فرد أو طائفة أو فئة قادرة أنه يعني تستجيب أو تعمل على يعني مكافحة هاي الظاهرة. فكان وجود المبادرة عبارة عن يعني انعكاس لتنوع عمل جهات مجتمع المدني على المستوى خلينا نقول التخصصي، اللي هو مثلا طب نفسي، دعم نفسي اجتماعي، قانون، مناصرة، إعلام، اللي هو وبالإضافة إلى هيك كان مهم كتير يكون في تنوع ثقافي سوري، يعني المناطق والجهات، لأنه هي حقيقة وفقا لتقييم الاحتياج نحن عملنا موجودة بكل المجتمع. وإذا دائما أنا دائما الناس ما بتسألني ليش المبادرة، بقول المبادرة لأنه هي ما إجت بس مشان تكافح العنف الجنسي، لأنه خطر عبالنا كنا قاعدين سهرانين وإيه يلا العنف الجنسي تعالوا نشتغل العنف الجنسي، مثل ما كتير ناس مفكرين أنه والله هدول عم يشتغلوا منظمات خطر عبالنا هيك بدنا نشتغلوا هيك. لا، هو حقيقة نداء مجتمعي، هو موجود بالمجتمع، هو حقيقة أنا صرت يعني شوفه كل ثانية وكل لحظة وكل يوم وإسمع قصص كتير. فهو جواب لظاهرة مجتمعية أو جواب لحقيقة مجتمعية تحدث، ودائما بقول هو جواب سوري لظاهرة سيئة. والسؤال دائما اللي بيطرح علينا نحن في معرض عملنا، هل نقبل أن تكون هذه الممارسات جزء من هوية السورية؟ أنا هيك برأيي، هذا هو السؤال الكبير. وبدي أتطرق للموضوع اللي ذكره ضيفي السابق، أنه كانوا الصبايا ماشيين بالشارع وكانوا عم تحرشوا فيهم. فهو بحسن نية ذهب ليقول لهم انه لا تحرشوا فيهم لانهم قرايبيني بحسن نية، بس هو ما انه لازم ما يتحرشوا فيهم لانه هن قرايب بيقربوه او هن بيكونوا له، لا هو ما لازم يتحرش فيهم لانه تحرش فعل خاطئ. هون النقطة الأساسية، هون ما حدا عنده ملكية على امرأة بالشارع. ما بيصير أنا روح أقول لهم بس لأنه هي قرايبتي أو أختي، هي ما أنا ملكية لحدا، وهي نقطة كتير مهمة. ففي مفاهيم أيضا خاطئة بالمجتمع، حتى الأشخاص أصحاب النية الحسنية عندهم إياها، فنحن عم نعمل على إعادة بلورتا. وهل والسؤال كمان الثاني، لأنه حضرتك ذكرت بمقدمة أنه قوانين الدول العربية، هل الدول الغربية يعني أفضل حالا؟ أنا برأيي لا، موجود عندهم مشاكلهم وأمورهم، فنحن ما عم نستورد شيء من عندهم، نحن بالعكس تماما عم نطلع على فعلا تشريعاتنا وعاداتنا وقيمنا وديننا ودياناتنا، وهذا شيء كتير مهم لأنه نحن متنوعين، وعم نقول ما في شيء يبرر هاي الأفعال، ما في شيء أبدا. يعني وأنا بحب أسمع من أي حدا عنده تبرير لهذا الفعل، تحرش اللفظي، تحرش الجسدي، العنف المنزلي، الاغتصاب، الحرمان من الموارد على سبيل المثال لا الحصر، أنه يقول لي شو سنده القانوني، سنده الديني، سنده الشرعي، سنده المجتمعي، ما له سند أبدا. يعني هو سند عادات وتقاليد مخطوعة، يعني كلها غلط، الناس فهمانتها وحاططها ببالها وعم تمشي عليها. يعني بصراحة مثل ما وجد سيدنا إبراهيم قومه نفس الكلام، يعني مرحلة جاهلية للأمانة. نعم، أنا بدي أتشكرك لضيق الوقت أستاذ ضياء أنك موجود معنا، على أمل تكون معنا أكيد بحلقات قادمة من أنتي أدهى. أكيد. شكراً لحضرتك. تابع مع اتصالاتكم ايضا وباخذ اتصال جديد. الو يعطيك العافيه. هلا، اذا ممكن توطي صوت الراديو جنبك تفضل.
صباح الخير. صباح الخيرات، يا هلا، مين معي؟ أبو محمود الحصري. أهلا وسهلا فيك أبو محمود، تفضل. بقول مشان الحلقة تفضل. يعني الله، هو 90% في الحق على المرأة. شو السبب؟ السبب يعني هلا اليوم ابن حماها شو له شغله يجي مثلا لعنده بالنهار، اذا ما مثلا ما في شيء بينه خلاص ما في داعي تدخلهم، اجى سال عفو ما هو موجود خلاص المفروض يروح. ابو محمود، انت سمعت القصه لما عرضناها على البث المباشر؟ هي ما كانت فتحت له الباب، هي كانت تحت عم تنظف عند الحيوانات اللي بتربيها، وبالتالي هي كانت حتى عم بتشيل الوسخ تبعهم، وبالتالي هون اعتدى عليها. يعني حتى هي ما فتحت الباب ولا استقبلت حدا. طيب كويس الحكي، الله، هي ما كسم بتعيط كسم بتصيح حدا، هي عيطت يعني وصرخت وفضحته وبعتت ورق واجا زوجها واجا ابوها واخوها. هي ما فضحته بعد ما صار ضرب ضرب والهرب هرب. هي قبل ما يصير هالشيء مثلا اذا هو دحم الباب او دخل ليش طيب مثلا فوتته؟ ما فوتته، هي واجا من وراها، يعني من خلفها اجا، ما الى خبر هي. فأنت حتى بحالات الاغتصاب، هون هي حالة اغتصاب، لما بيكون أي اغتصاب سواء تجاه طفلة أو تجاه امرأة أو صبية بالشارع، هل من حق الرجل أنه هو يعتدي عليها ليكون جرمة 90% مثل ما عم تحكي أنت الحق عليها؟ تكون والله بنت بالشارع أو والله وحدة بنت ما يوعي، هي ده ما من حق الرجل يسوي هالشيء. وأنا ما عم بأيد الرجل، بقول أنه والله الحق معه ولا مزبوط ولا عم ساوي شيء، هو غلطان، بس الغلط أكثر شيء هي من مرة. طيب يعني الله معلش، اليوم إجل عند لا صيحة ولا شيء، طيب هو وينه بنفس الحوش؟ إذا بنفس الحوش تكون هي يغضي حذرها منه إنه موجود هو معه بنفس الحوش. لا إذا أجا كمان تكون إنه يغضي حذرها، ما في داعي يفوت إيش إنه شغل يفوت بس على البيت. طيب شكرا لك أبو محمود لاتصالك، وصلت الفكرة، وأكيد رح ناقشها كمان مع ضيوفي. تحياتي، يا هلا فيك. من جديد بنكون معكم، بنتابع الدقائق الأخيرة من برنامج أنتي أدهى، وبيسعدنا تكون معنا السيدة نور برهان المنسقة العامة لشبكة أنا هي. يسعد صباحك أستاذي نور. يا هلا، يعطيك العافية. كمان معنا الاختصاصي الاجتماعي باسل نمرة. يسعد صباحك أستاذ باسل. يسعد صباحكم أستاذي نور. اليوم نحن عم نناقش موضوع الاعتداء الجنسي وكيف ممكن نحمي النساء بين التشريعات ونظرة المجتمع، خاصة أنه ما عم بيكون إنصاف. حتى بالقصة اللي استعرضناها كان بآخر اتصال أحد المتصلين قال 90% هو ذنب المرأة، لأنه كان لازم أثناء عملية الاغتصاب تصرخ، مع العلم أنه هو حط إيده على تمه أو منعه، وهي كانت بحظيرة الحيوانات عم تنظف حول البقر. بغض النظر وين صارت عملية الاغتصاب وبأبعد من هاي القصة، نحن اليوم بحاجة لوعي مجتمعي كبير، فأنا حابة أعرف من حضرتك بشبكة أنا هي كيف عم تقوموا بهذا بهي الآلية لحتى ترفعوا الوعي المجتمعي ضد الاعتداء الجنسي، خاصة الاغتصاب، وضد تجريم المرأة وتحميل المسؤولية وهي الضحية. تمام، أكيد الاغتصاب غير مبرر بأي شكل من الأشكال، وحالة الاغتصاب يعني هي إجبار للنساء على ممارسة أو إجبار على ممارسة هالفعل، هي جريمة من الرجل أكيد كيف ما كان شكلها وكيف ما كانت الأنسة لابسة ولا شو عاملة ولا ببيتها ولا برا بيتها، ما في أي تبرير مهما كان. هلأ بشبكة أنا هي دائما الشيء الأساسي اللي بنشتغل عليه هو أنه ما تعود النساء هي فئة مهمشة أو هي الفئة الضعيفة. نحن مثل ما بنعرف أنه هي مصنفة كفئات ضعيفة بسبب الأعراف، بسبب القوانين، مثل ما حكيتي في عدة مسارات عم تخليها
هي فئة ضعيفة. اللي عم نشتغل عليه بشبكة أنا هي على عدة مسارات إنه ما تعود هيدي فئة مهمشة وضعيفة، إن كان بالتعديل القوانين التمييزية وإصدار قوانين للحماية، لأنه لا تكفي تعديل القوانين التمييزية، لازم كمان استحداث قوانين جديدة. الأدوات التنفيذية لهي القوانين، نحن عنا المشكلة بسوريا ما في أدوات تنفيذية، المجتمع 90% هو بيلجأ للقيادات العشائرية أو الاجتماعية، ما بيلجأ للقانون. تاني المسار هو الشيء المجتمعي. الشيء المجتمعي ما بيبلش بس إنه نجرم المغتصبين، بأي مجتمع في مغتصبين دائما. المشكلة عنا بالنظرة اللي عم تصير على النساء بهذا الموضوع، وأنا عم أقول النظرة مو من الرجل، النظرة من المجتمع اللي فيه نساء ورجال، لأنه أنا دائما ضد مقولة إنه المرأة هي بتحارب نفسها، لأنه هو المجتمع عم يحارب هذا الشيء. لما ما تعود هي مهمشة، كيف ما بتعود مهمشة؟ لما نشتغل على التمكين الاقتصادي، لما تاخذ ورثه وتقدر تتحكم بأموالها، لما تقدر عندها حريه حركه، عندها حريه التعليم، اختيار التعليم واستكمال التعليم العالي. هيدي كلها مجموعه، ويمكن بقدر اعد لبكره كيف ما تعود هيدي النساء هن فئات مهمشه. بس التغيير الأساسي ما بيصير بمسار واحد. يعني إذا نحن بدنا نقول توعية مجتمعية وهي كتير أساسية وتمكين النساء، بس كمان إذا في قوانين تمييزية ما لح تاخد حق النساء، ولح يدل في غطاء قانوني لمرتكبي الجرائم، هن مجرمين والقانون عم يحميهم، وهذا شيء انتهاك بحق البشرية بشكل عام وفعليا إجرام يعني. نعم. لازم يمشوا الاثنين بمسار متوازي، المسار القانوني والأداة التنفيذية له، والمسار المجتمعي اللي هو دائما بجرم المرأة. وشفت هالتعليق اللي حكيتي عليه، وأنا من شي ساعة سمعت كمان تعليق كان كتير فظيع، انه عم نجرم النساء انه لبست او طلعت او هيك، ما في تبرير للاجرام. انا كيف ما طلعت ما لك حق انت تغتصبني او تجبرني على شيء. هذا التبرير انا بستغرب منه كيف لحد الان في ناس ممكن تفكر هيك. المرأة هي شخصية بحد ذاتها، هي انسان الى حقوقها، اضعفناها على مر التاريخ ان كان بالشرق الاوسط او بالعالم كله. اذا ما طلعنا من موضوع انه هي فئة مهمشة لح تضل هي الانتهاكات ضدها، ومو بس العنف الجنسي لانه هو كله بيجر بعضه. النساء هن دائما متهمات، من أول ما بيخلقوا متهمات بدهم يثبتوا للعالم إنه هن عم مثل اللي بيحكوا عم يحافظوا على شرفهم، على هيك. التهديد دائما بيضعفهم، ما بيخلون يسترجوا يعملوا شيء، لأنه دائما التهديد بهالموضوع إنه نحن بنحكي عليكي، نحن بنجرمك. حتى طيب كيف هون ممكن الاستغلال الجنسي تحت هالموضوع؟ صحيح. كيف هون ممكن نحن نقدم وسائل وأدوات تحمي فيها النساء؟ وهي خلينا نقول هي نصيحة منك لكل سيدة عم تسمعنا اليوم. إذا بدي أحكي على الوسائل، أول شيء هي بدها تكون عم تقوي حالة. بحالة الاغتصاب الجنسي بالذات في وسائل تتدرب عليها النساء بالمجتمعات المتقدمة، بيتعلموها البنات بالمدارس، هي كيف الحركات اللي بيدافعوا عن نفسهم في حالة تعرضوا لتحرش أو لاغتصاب. هذا الشيء لسه مو موجود عنا، بس نحن عم نحاول بالمنظمات المجتمع المدني أو بشبكة أنا هي نوعي بهالموضوع، أنه لازم تاخدوا هاي التدريبات لا تقدروا تحموا حالكم من هي حركات بسيطة ما أنا كتير صعبة وما ما بدها جهد عضلي ليحموا حالهم. هيدي بهذا الجزء من العنف الجنسي بالذات، في أدوات، وفي لكل عنف أكيد أدوات للحماية. نعم. يعني أنا هون رح أستعرض حتى على فيديو البث المباشر، فيديو لمنظمة الأمم المتحدة عم تحكي عن تجربة بالأردن حول تعليم السيدات اللاجئات فنون الدفاع عن النفس. وهون رح أسأل كمان الأستاذ باسل كونه موجود معنا، قدي مهم اليوم يكون في توعية حول تعليم السيدات هاي الفنون القتالية، أو خلينا نقول الدفاع عن النفس هي أكثر ما أنها تكون شيء تاني. أستاذ باسل معنا؟ يبدو في مشكلة بالاتصال. رح أرجع لعندك أستاذ زينور. يعني نحن عم نستعرض هذا الفيديو، هو عم يظهر فيه تعليم سيدات حتى من مختلف الأعمار، يعني عم نلاقي سيدات بمتوسط العمر، حتى في سيدات تجاوزوا 40، حتى بحجابهم هني عم يتعلموا هاي الفنون القتالية. فقدي مهم اليوم يكون في توعي حتى لتقبل هذا الشيء.
أكيد أنا بعتقد أنه مجتمعنا كتير بيتقبل هذا الشيء، لأنه عنده موضوع الاغتصاب هو كتير شيء فظيع بالمجتمع أو النظرة إله. منشان هيك أنا بعتقد أنه أي أب أو أي أم هن لح يرحبوا بتعليم هيدي الحركات، هي معنى فنون قتالية بحد ذاتها، يعني هي شيء معين موجه للدفاع عن النفس بهيدي الحالات. بظن انه مجتمعنا رح يتقبلها، بس بدنا نشتغل عليها اكثر. نعم استاذ باسل، رح احاول اذا عم تسمعنا. الو ايوه معكم، عم بسمعكم. بالختام استاذ باسل، يعني بحوالي دقيقه، شو النصيحه اللي بتوجهها لكل السيدات اللي ممكن يخوضوا هي التجربه في حاله توفرت؟ لازم تكون مستعدة نفسيا وجسديا، مو بس جسديا تكون مستعدة، لازم يكون الاستعداد النفسي وتأهل حالة نفسيا قبل ما يصير هاي الحالة. احنا على مجتمعنا كل شيء بيحطه انه وضع دفاع عن النفس، دفاع عن النفس تأهيل جسدي، لا، دفاع عن النفس هو استعداد كامل نفسي وجسدي وتغيير فكر مجتمعي بشكل كامل. نعم، وأكيد هون ضروري كمان نركز أنه التوعية النفسية الجسدية أنها تكون هي قادرة، أكيد لابد أنها تترافق أيضا بتوعية قانونية. بدي أتشكركم ضيوفي الكرام أنكم كنتم موجودين معنا. شكرا لك أستاذي نور برهان من شبكة أنا هي. أهلا أهلين، شكرا. وأيضا شكرا لك أستاذة باسل نمرة، وشكرا لكل ضيوفي اللي رافقونا اليوم بإنتي أدها. شكرا لكم. بدي أتشكر أكيد كل اللي شاركونا أيضا باتصالاتهم وكانوا معنا اليوم مشاركين بهاي الحلقة. رح نتابع معكم أكيد مواضيع العنف تجاه المرأة بحلقات قادمة. بتشكر كل اللي طرحوا آراءهم، كل اللي شاركونا ببعض المواضيع اللي حابين نطرحها بإنتي أدها بالأيام القادمة. تحياتي لكم، ودعكم لليوم، ولقائنا بتجدد الثلاثة القادم الساعة 1 بتوقيت دمشق. إنتي أدها، لأن التغيير بيبدأ من عندك. لا تخلي الماضي يحاصر مستقبلك. مفاتيح نجاحك بإيدك. صار الوقت تكوني حرة، ناجحة، قوية، لأنك إنتي أدها.